اوكي الاخوان، السلام عليكم. معكم ياسين. في هذا الفيديو غادي نهضروا على طريقه كيفاش تداول ميتل سنايبر. اوكي، ميتل سنايبر جوج الحوايج نقدر نقول لكم، ممكن بزاف ديال الحوايج كيوقعوا الاخوان في التداول. هو الحاجه الاولى فاش كتدخل في شي تريد كيوقع لك المشكل انه غير كتدخل في تريد كيهبط البرايس، كتقول ما يمكنش، كتعاود المره الثانيه عاوتاني كيهبط بك ثاني البرايس، كتقول ما يمكنش، واش هادو كيتسناوني ندخل تريد كيهبطوا البرايس كيهبطوا الثمن. سو كتولي ديما خاسر، كتدخل في واحد اللحظه اللي كتقول صافي هذه هي اللحظه اللي غندخل فيها، السعر غادي طالع غادي يطلع، كيهبط السعر. كنتي حاط شي ستوب. الحاجه الثانيه اللي كتوقع هي انه كتدخل مثلا عند السيبورت اللي كتظن انه سيبورت قوي، ولا كتدخل في البريك اوت وكيهبط البرايس وكيضرب لك ستوب لوس. وديما كتدخل في شي بلايص اللي كتكون انت كتقول مثلا انا مامن وكيضرب لك ستوب لوس. اوكي، سو هاد جوج الحوايج هادو، هاد الطريقه اللي غنقول لكم غتفاداو هاد المشكله الاخوان. خصنا نتداولو مثل سنايبر، يعني يكون الصبر، تكون مجد، تكون عارف المنطقه اللي غتضرب فيها. اوكي، والمنطقه اللي غتخرج اللي غتكون انت خرجتي منها. اوكي، سو تداول مثل سنايبر. سنايبر فاش كيبغي مثلا يصيد، نقولوا مثلا واحد باغي يصيد غزاله، ياك كما قلت لكم غزاله غدوز ولا كركدان غيدوز من واحد البلاصه الاخوان، واحد البلاصه غادي يدوز منها، عارف انت مثلا غيدوز من حدا واحد الواد وغادي يدوز من وسط واحد الشجر، فهمتيني، مثلا عارف الطريق اللي غيدوز منها داك الغزاله. قبل ما تمشي انت اصلا تصيد هذيك الغزاله ولا داك الحيوان، كتشوف الظروف، شنو هي الظروف؟ الظروف واش غيكون الشتاء، واش غيكون الشمس، واش غيكون الريح، الا كان الريح مي غيكون الاتجاه ديالو واش شرقا واش غربا واش جنوبا، ياك. علاش الريح؟ لان الريح كيجيب الريحه ديال بنادم كيديها للحيوان وغادي يعرفك وغيهرب. اوكي، حنا كنهضروا دابا كيعطيكم محاكاه ديال الواقع ديال سنايبر في الواقع وسنايبر في التريدين، وغادي تعرفوا علاش، باش تلصق لكم الفكره، وغتلصق، انا متاكد انها غتلصق لكم في دماغكم. سو هاد الخطره ملي غتدخلوا تداولوا ما غتدخلوش كتجريو وما غتضيعوش فلوسكم، وبغيتكم تبارطاجيو هاد الشيء المعلومات مع خوتكم. اوكي، باش كلشي تولي عنده العقليه ديال السنايبر ديال ضربوها. تقدر ديرها في التداول، تقدر ديرها في سكالبين بحال بحال، يعني تقدر ديرها مثلا في شي ديال التريد ديال ساعات ولا ديال 5 10 15 دقيقه، ماشي بالضروره مهم، يعني ما تقدرش ديرها في الداي تريدين ولا في الويكلي تريدين. هادي سنايبر كتكون حيت علاش؟ حيت انت فاش كتوجد لها، كتوجد لها على ايام، ربما على ساعات، ولكن الضربه كتكون طق في البلاصه، يعني الضربه كتضرب ضربه ديالك في 5 دقائق 10 دقائق حتى ل 15 20 دقيقه ماكسيموم الضربه ديالك كتضرب. يعني كتقدر تضرب مثلا دابا الا كان الفولاتيليتي وكان الفوليوم، تقدر تضرب 50% 40% 30% ديالك وكتخرج في حالتك. السلام عليكم، نشوفوكم في المره الجايه. اوكي، سو هذه هي لا ميثود كتضرب ضربه 40% 30%، سير ثاني كتوجد الضربه الاخرى. هذه هي الخدمه ديال السنايبر، خدمه نقيه. كتبغي الصبر، كتبغي الصبر بزاف. اوكي، كتبغي الصبر بزاف وكتبغي الكونفيرميشن، يعني تكون عندك كونفيرميشن. اوكي الاخوان، سو غادي نوريكم الطريقه الاخوان. انا عارفكم نتوما متشوقين باغي نتعرف، لكن عطيوني واحد الدقيق اخوان. اللي ما عارفينش، اللي ما عارفين حتى حاجه على التريدين، راه حطيت لكم فيديوهات قبل في اليوتيوب، كاينين فيديوهات في اليوتيوب وكاينين في الانستغرام في الاي جي تي. اوكي، تفرجوا فيهم كاملين، غتستافدوا بزاف. طرق ربما سهله ما فيهاش تعقيدات، ما كاينش قوه الاسماء، دوجي البوجي الجوجي، ما محتاجينش تعرفوا التخربيق كامل. اوكي، سو غادي نحيد كاع هادشي، نقيو هادشي هذا، نقيو هنا، نقيو كلشي. هي تشارت الاخوان ديال البيتكوين، كما كتعرفوا الماركت كيمشي مع البيتكوين. هادي الويك البيتكوين في الويك، كيبان لكم مزيان الاخوان في الانستغرام، لا مبانش لكم شي حاجه مزيان ولا ما شفتوهاش قولوها لي. اوكي، دونك هادي هي التشارج ديال البيتكوين في الويك. اوكي،
اوكي اشنو كتلاحظ دابا ملي كنشوفوا البرايس ديما ملي تشوفوا التشارت في الاول اول مره فاش كتشوف التشارت كدوخك صراحه وكت سكيل كتخلعك كتقول لي شد العجب هذا شد شي حمار خضر طلع على الطاقه الله سو باش نسهلوا علينا الاخوان اولا اش من موقع كنستعملوا حيت دابا راه كما كنعرفوا هذا الفيديو غيشوفوه الناس اللي جداد والناس اللي كيعرفوا واللي ما كيعرفوش هذا الموقع اللي كنستعملوا في التحليل كيتسمى تريدين فيو تريدين فيو اوكي غادي نوري لكم ها هو تريدين فيو اوكي نزل الانستغرام هذا هو الموقع تريدين فيو اشنو هو الدور ديالو الدور ديالو الاخوان كيساعدك في التحليل كيفاش كيساعدك في التحليل هو في التريدين فيو كيعطيك غير البرايس برايس طالع برايس هابط ولكن عاطيك واحد الادوات في الجنب ترسم خط مثلا بغيتي ترسم خط بحال هكا او خط صفر بغيتي تبدل اللون ديالو كتطلع لك واحد التاب هنايا فيها اللون كتبدل اللون كتبدل كل شيء هنا اوكي المهم هادشي ما غندخلوش فيه الى دخلتوا اليوتيوب ديروا كتبوا غير تريدين فيو جايد جي يو فرونسي جي يو اي دي او ولا جايد لا جي يو اي دي اي غادي يطلع لكم فيديوهات في اليوتيوب كيفاش غادي عاد تفرجوا ما تحتاجش انت تعرف شنو كيقول شوفوا ها كيفاش كيكليكي وشنو كيدير غادي تعرف شنو ديال اش هادي وديال اش هادي وديال اش هادي بحال فوتوشوب بحال كتعلم فوتوشوب ولا كتعلم شي لوجيسيال ساهل ديال الرسم اوكي هو هذا الدور ديالو دور ديال انك ترسم فيه خطوطه كترسم مربعات وكترسم حذيفه غنهضروا على لونه غادي نهضروا على لونه نهضروا على البيسكون كلشي دابا لونه غدا مع البيسكون هبط البيت زاد هبط البيسكون لونه غتغرق فهمتي انيويز نكملوا قلنا الاخوان هذا الدور ديالو الدور ديالو اخر هو انه كيعطيك من غير طرق باش ترسم كيعطيك تولز وكيعطيك انديكيتورز الانديكيتورز هما المؤشرات شنو هما المؤشرات المؤشرات اخترعوهم ناس ناض واحد قال لك سيدي حسب التحليل ديالو الدراسه ديالو القرايه ديالو اكتشف بانه كاين واحد العلاقه ما بين الفوليوم والمومنتوم واخترع لينا مثلا الار اس اي اوكي الار اس اي مؤشر ناض واحد اخر عاوتاني اختار علينا فيبوناتشي اوكي مؤشر ديال الفيبوناتشي كيعطيك المستويات اللي كيضرب فيهم ولا يقدر يرجع فيهم السعر وناض واحد اختار علينا مؤشر كذا الاخر اختار مؤشر كذا دوك المؤشرات كاملين اللي كاينين في الدومين ديال التداول كاملين محطوطين كاينين دابا في تريدين فيو فابو انا ما فهمتش لقيت شي وحدين ديك النهار كيبيعوا للناس المؤشرات قال لك واحد المؤشر كيعطيك انت تشري وانت تبيع ها هو هنا كاين ها هو ها هو يو بات يو تي بات الورت كندير يو تي بات الورت اما كيطلعوا كي انت غتشري وانت تبيع علاش غنشري كيبيعوا لهم مع ب 60 دولار مؤشر وراه كاين فافور بيع هنا شري هنا بيع هنا شري هنا وبيع هنا شري هنا وبيع هنا شري هنا وبيع هنا شري هنا وبيع هنا دابا حاليا حنا هابطين صوره البيع كاينش باقي ما كاينش الا بغيتي غير مؤشر ساهله بلا ما تحمق راسك ولكن المساله ماشي مساله سهله بالدرجه يعني غير مؤشر وصافي ويقول لك شري تشري ويقول لك بيع بيع نو انا عطيتكم غير مثال كاين بزاف الطرق هذا سميتو يو تي بات الرت كيعطيك الرت باش تشري هو علاش كيعتمد على الشمعه ملي كتبان شي شمعه فيها الفوليوم وكتهرس الشمعات اللي قبل كيعطيك ديك باي يقول لك شري ولكن تقدر تبدل هذا بلا درتي في 5 مينيت و 15 مينيت ما تقدرش تعول عليه 100% مي انا نعطيكم الطريقه اللي تقدروا تستعملوا مثلا هذا تقدروا تستعملوه مع حوايجكم اوكي سو غادي نهضروا على التشارت دابا حنا عرفنا شنو هو الموقع اللي كنخدموا عليه عرفنا شنو هو ديال اش التشارت ديال البيتكوين غادي نهضروا دابا على السعر كيفاش كيتحرك اوكي السعر الاخوان كيتحرك بجوج طرق ثلاثه طرق يا اما كيطلع اوكي تهضرت على هذا الشيء في الفيديو الاخر ولكن غنعاودو
يا اما السعر كيطلع هكا كيطلع حتى الفوق، والسعر كيطلع الاخوان هكا تصاعدي، اوكي اب تريند، اب تريند ولا تصاعدي، او لا كيهبط هكا تنازلي، او لا كيمشي فرينج، كيمشي فرينج الى هبطنا لوان دي بحال دابا هذا رينج. كنا درنا واحد الفيديو قبل ديال كيفاش تعرف الرينج من الاب تريند من الداون تريند. عادي جدا انه في الاول ما كتكونش كيكون جديد عليك هادشي، ما كتعرفش واش غادي داكشي طالع ولا هابط كيدوخ. هذا هذا رينج، رينج يعني كيكون غادي في نفس المستوى كيطلع ويهبط في نفس المستوى، هذا هو المستوى ديال السكالبين، هذا هو اللي مزيان السكالبين الاخوان. اوكي علاش مزيان السكالبين غادي نهضروا، غادي نهضروا على هادشي معمق في الفيديو. المهم هذا مستوى غادي جنب، ملي كيكون غادي جنب كيتسمى رينج، غادي جنب، جنب يعني غادي افقي. اللحظه اللي غيهرس فيها لتحت دابا مبقيناش غادي افقي، ولينا غادي نازلين. هي هاد هي هاد هاد الهبطه هادي اللي دار هكا، هادي دابا حنا راه نازلين. شوف كيفاش بدل الاتجاه، هنا كان جاي نازل من لهنا، هنا كان نازل لاحظتو هنايا كان نازل، هادي كان نازل، جا هنا دار رينج 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 اهبط. اوكي صحنا هنا هبطنا. المهم هنا كتعرفوا الاتجاه، مهم بزاف تعرف الاتجاه اللي انت فيه، مهم مهم واحد الدرجه كبيره. اوكي علاش مهم؟ دابا السنايبر فاش كيتسنى الغزاله جايه خصو يعرف اش من اتجاه جايه ولا اش من اتجاه غاده، من اش من اتجاه جايه، واش هابطه مع الجبل ولا طالعه مع الجبل ولا هابطه مع الواد، خصو يعرف منين جايه باش يوجد ليها. فهمتوني عقليه ديال السنايبر. دابا هذه هابطه خصنا نوجدوا ليها، خصنا نوجدوا ليها فين، خصنا نوجدوا ليها يا اما غتكمل الهبوط هي غدا هابطه ياك، يا اما غتكمل مازال عندها فين تهبط، اولا غتطلع، ويلا غتطلع فين حد تطلع، واش كاينه شي حجره غتحبسها، كاينه شي طريق غادي تحبسها، فهمتي كاين شي وادي غادي يحبسها، خصنا نعرفو بحال السنايبر. خصك تعرف استراتيجيه ماشي غير تجي وتدخل، خصك تكون عارف حافظ المنطقه اللي غادي تصيد فيها، خصك تحفظ تكون حافظها، عارف راه في الشرق ديالك كاين الريح جايه شرقا غربا، وكاين واحد الواد، وكاين واحد هادي صخره من الفوق، وهادي باش لا جات ديك الغزاله غضربها في واحد البلاصه صافي ما عندهاش فين تهرب، فهمتي حاصرتيها واحد البلاصه اللي الريسك انها غتهرب زيرو ولا قريب لزيرو. اوكي سو انا شنو غندير انا دابا هنايا، حنا عرفنا بانه خصنا نعرفوا الاتجاه ياك. اوكي دابا كيفاش غنحددوا الاتجاه، واش من اتجاه غنتبعوا، واش الاتجاه ديال التايم فريم ديال 1 اور، ولا الاتجاه ديال الساعه يعني، ولا ديال الداي، ولا ديال الويك، ولا ديال اش. اوكي وطرحوا دابا الاسئله فيما نهضر على شي نقطه، طرح ممكن طرحوا اسئله عليها باش ما نعاودش نرجعوا عاوتاني لذاك الشيء من ازير. دابا ما نهضر على الاتجاه، ما نهضر على هذه، اللي عنده شي سؤال يطرحه الاخوان في الانستغرام. اوكي اوكي الناس ديال اليوتيوب اللي ما عارفينش الانستغرام غادي نحطو لكم هنايا نكتب لكم اوكي سو سالينا سو غادي نكملو. دابا غنرجعو، دابا شنو قلنا؟ قلنا خصنا نعرفو اول حاجة قبل ما ندخلو، خصنا نعرفو اش من اتجاه حنا داخلين. اوكي اش من اتجاه حنا داخلين، انا في نظري الطريقة اللي كنتبعها كنبدا بالويكلي. اوكي كما كتشوفو حنا في اتجاه نازل، وهادي حاجة باينة باش كنعرفو الاتجاه، كنشوفو اعلى قمة هي هادي وادنى قمة. اوكي لاحظوا معايا، اتجاه
دارها وطلع وهبط. يعني احنا نازلين، هذه حاجة باينة واضحة، جينا درناها وهبطنا. دابا اشنو غيقدر يوقع قبل ما ندخلو، قبل ما نديرو حتى شي حاجة، خصنا نعرفو حنا فين بعد، حنا فين كاينين. حنا كاينين في واحد البلاصة اللي جات في واحد لازون، اللي ديجا جينا في واحد البلاصة. سمعوا مزيان شنو كنقول، جينا في واحد البلاصة اللي جات في واحد لازون اللي ديجا رجع منها السعر. اوكي اسمعوني مزيان، ها هي هاد لازون، هي هاد غنرسم عليكم. ها هي، شوف كنرجعو للتاريخ، رجعوا للهيستوري، شنو كان دار هاد لازون. هي هادي، هاد لازون هذا الاخوان، هي هاد لازون نفسها افقيه. نجيو غنتراسيوها، كنجيو كنتراسيو ديك لازون. كنبداو بالشمعه الاولى، هاد الشمعه الاولى الحمراء، شي هاد الفليت الفتيله اللي خارجه، هاد الفتيله اللي خارجه. كنا هضرت شرحت لكم في الفيديو اللي قبل كيفاش تقراو الشمعه ياك، قلنا بان الشمعه الحمراء ملي كتكون فتيله فيها بحال سدات وفيها فتيله، يعني هادو البايرز المشترين هما اللي دفعوا السعر لهنا. اوكي يعني المشترين قويين هنا. غادي نجي لهاد البلاصه هادي وغنتراسي خط. اوكي يعني نحيد هاد الدوارات هادو، دابا فهمتوني علاش كنهضر. نحيد هادشي هذا، نحيد هذا، حنا عرفنا الاتجاه بان حنا غادي هابطين. تذكروا هاد المساله هادي، حنا اتجاه هابط. دابا خصني تراسي ديك المنطقة، هاد المنطقة هادي اللي حنا فيها، خصني تراسي واحد المجالات مهمين قبل ما ندخل. كنتراسي واحد المجالات مهمين، راه يمكن اللي الناس اللي شافوا الفيديوهات اللي قبل غيفهموني علاش كنهضر، حيت هاد القضية هضرت عليها في الفيديو اللي قبل، ولكن مزيان نذكركم بها، هي غادي نزيد عليها حاجة أخرى غادي تفهموا من بعد. المهم نكمل ليكم، ما نسبقوش الحاجة. دونك كنمشيو لهاد الشمعه هادي، قلنا حنا في هاد لازون هادي ياك، غنمشيو لهاد الشمعه هادي الاخوان، وهاد الحمراء هادي الكبيره واللي دفع فيها البايرز دفعوا السعر، غنتراسي لا لين ديالي هنا. اوكي دونك فين دفعوا السعر البايرز؟ دفعوا السعر حتى لهنا، من هنا، من هاد الخط، من هذا الخط. وغتعرفي ملي غنهبطوا في التايم فريم غادي تشوفوا غيعجبكم هذاك الشيء، غيعجبكم بزاف بزاف بزاف، واحد الدرجه ما كتصوروه. شوفوا هنا غيولي يجيكم هذا الشيء زوين. انتم غتجي هنا كتراسي خط كبير، لاحظوا معايا علاش تراسيت هنا، حيت هنا السيلرز كانوا قويين ولكن دفعوهم البايرز. شي السيلرز هبطوا السعر حتى لهنا ولكن البايرز دفعوا حتى لهنا. دونك هاد البلاصه هادي البايرز قويين، غنجي غنديرها بالخضر. وهاد البلاصه هادي حيت ما قدروش يفوتوها البايرز، فيها السيلرز قويين. ركزوا معايا، نديرها بالحمر، هذا فهمنا الكونسيبت. هادي فيها البايرز قويين الخضر، وهذه اللي بالاحمر، هذه اللي بالخضر البايرز قويين، وهذه اللي بالاحمر السيلرز قويين. اوكي انا عاد نعاود نبدل هذه باللون الاحمر وغندير هذه بالخضر. اوكي ندير بالخضر باش تبان. عرفنا بان هذا المستوى هذا فيه البايرز قويين، وهذا المستوى فيه السيلرز قويين. اوكي من هذا المستوى الاحمر الفوق السيلرز قوي، ومن هذا المستوى الخضر لتحت البايرز قوي. وها هو كيتريفليكت علينا، لاحظوا ان السيلرز هنا ديال هذا الاسبوع، هذا الشمعه ديال هذا الاسبوع ما قداش تهبط على هذا الخط الخضر لان البايرز قويين. لاحظتوا شوفوا الديل ديال هذه الشمعه شحال هابط، شفتوا الديل ديال الشمعه شحال هابط، هذه الشمعه هذه
شوف شحال هبط حتى لهنا ودفعوه البايز. البايز قوي، غنجي وغنطراسي تاني خط خضر اخر تماك ديال البايز، عاوتاني غنطراسي واحد اخر تاني هنا ديال البايز. حلو معايا، غنديرو بالخضر. اوكي دابا فينا، دابا حنا درنا الهيستوري، هادو ديال ما قبل وهادو ديال دابا، ديال الاسابيع اللي حنا فيهم دابا الاخوان. لاحظتوا معايا؟ دونك حنا هنا دابا سو غادي نشوفوا ديال دابا شنو واقع هنايا في هاد لازون. مهم عندنا هاد الشيء حيت حنا هنا دابا في هاد لازون بغينا نعرفوا شنو ممكن يوقع، شنو الحركات اللي غيوقعوا. وباش نعرفوا شنو ممكن يوقع كنتبازاو على اشنو وقع قبل اللي هو هنايا في 21 في ماي 2021، واللي هنايا حيت هاد ماي 2021 في نفس لازون، وهنايا حيت خرجنا من ديك لازون ودابا دخلنا في واحد الزون اخرى. سو خصنا نعرفوا اشنو وقع لينا قبل وشنو يقدر يوقع لينا دابا. اوكي سو حنا تراسينا بان البايرز قويين بزاف هنايا، سو قويين هنا وقويين هنا. غادي نديرها ثاني، غندير واحد الحسابه هنا. اوكي اشنو وقع الاخوان هنا؟ عندنا اتجاه هابط وحنا دخلنا في واحد المنطقه ديال المشترين. المشترين قدروا يدفعوا السعر حتى لهنا، دونك هاد لا زون هادي فهاد الشمعه هادي. اوكي هاد الشمعه هادي الاخوان هادي قدروا المشترين يدفعوا السعر حتى لهاد الخط، ومن بعد جات هاد الشمعه وجات هنا. ولكن واش هاد الشمعه سدات؟ لا، بقى لها 3 ايام، بقى لها 3 ايام وتسد. شفتوا ها هي كتكون هنا هاد 3 ايام، ولا تعرفوا امتى غتسد الشمعه كتمشيو لهاد البارامتر اللي كتكون هنايا علي من لتحت في الكورنر الزاويه، كتكليك عليها وكتمشي لهادي كاونت داون تو بار كلوز، كتبقى تحسب لك امتى غتسد الشمعه وشحال باقي لها باش تسد. هاي كتكوشيها. اوكي سو كطلع لك هاي باقا 3 ايام و9 السوايع باش تسد هاد الشمعه هادي. دونك انا ميمكنش ليا نعرف واش البايرز غيدفعوا هاد الشمعه تسد فوق من هاد الخط الخضر، ولا غتغلب عليهم كاملين وغتهبط وغتسد هنا. باقا لها 3 ايام والشمعه ديال الاسبوع فيها 7 ايام، يعني تقريبا ما بقى والو. يعني البايرز لحد الساعة البايرز راه متفوقين، متفوقين بشكل كبير، حيت شوفوا الشمعة شحال صغيرة وما بقى والو، بقى حتى 3 ايام. ولكن كما كتعرفوا العملات الرقمية الفولاتيليتي فيهم كبيرة، سيرتو البيتكوين فيه الفولاتيليتي كبيرة، كاين إمكانية ديال يهبط أو لا يبقى السعر في هاد البلاصة واحد المدة طويلة. اوكي سو ما عمري ما نجزم أنه صافي راه حيت ما بقى والو بقى حتى 3 ايام والشمعة صغيرة وحنا عارفين بأن البايرز قويين هنايا، صورة ممكن ما نقدرش نجزم، خصنا نهبطو في التايم فريم باش نقدرو نقولو شنو غيقدر يوقع. اوكي مي أول حاجة كنبداو بها هي كنتراسيو هاد الخطوطة هادي، وريتكم كيفاش كنتراسيو، كنشوفو الشمعة اللي هبطات نفس الميثود اللي وريتكم، كنديرو الشمعة اللي هبطات الإخوان هكا دابا هاد الشمعة هادي هبطات حتى لهنا ودفعوها للمشتري، كندير خط هنا. علاش ما درتش خط في هاد الشمعه هادي؟ هاد الشمعه هادي علاش ما درتش فيها خط؟ حيت جات هاد الشمعه هادي وهرسات هاد البايرز اللي دفعوا هاد الشمعه. نزوموا ليكم حالكم، كبر لكم الشمعات مزيان باش تشوفوا دابا مزيان. دابا شوف هاد الشمعه هادي علاش ما درتش مثلا خط هنايا؟ هنا علاش ما نديرش مثلا خط هنا؟ غنديرو متقطع باش يبان مختلف. علاش ما نديرش انا خط كيما درت في اللي قبل داك ديال 2021؟ ما درتش هنا لان كاينه هاد الشمعه هادي حمراء جات هرسات كاع هادو شي ملي تشوفوا فتيله بحال هكا طالعه هي حمراء وساده وفيها فتيله، عرفوا هاد المنطقه هادي، هاد المنطقه هادي، هاد المنطقه هادي فيها البايرز قوي، هجموا وطلعوا السعر حتى لهاد النيفو. اوكي فاهمين هادي غنديرها بالخضر، هاد المنطقه هادي ديال البايرز هادي حاكمينها البايرز، فاس حاكم العالم هادي حاكمينها البايرز هاد المنطقه.
ولكن ما دام جات الشمعة هنايا وهرست لي هذا الجزء هذا، ما نقدرش نطراسيها دابا. انت غنطراسيها الا جات هاد الشمعة تاني، هذه اللي دابا في حنا فيها دابا بقالها 3 ايام وتسعود السوايع، الا سدات فتيله وهي صغيره بحالك، تقدر تسد لينا بحالك هكا، تقدر تولي بحالك. انا غنرسم حداها هنايا، تقدر تولي لينا بحالك، شمعة بحالك هي حمراء ياك، وخارجه منها شي فتيله بحالك. هاد الساعه هاد اللحظه نقدر نقول لكم اه هاد لازون، هادي الاخوان. شوف راه الشيء راه في الاول تحمق الراس، راه بحال السنايبر كيوجد السلاح كيوجد العتاد وكيوجد البلاصه فين غادي يوقف وفين غادي يجلس، فهمت؟ وعكس اتجاه، وما يمشيش، ما يكونش عكس اتجاه الريح، يكون اتجاه مخالف للريح باش ما يديش الريحه الغزاله، باجاش باش ملي تجي الغزاله حيتي الا جات الغزاله وصلت لديك البلاصه وهو وجد وكل شيء وهربات شي ما درناه، فهمتوني؟ هذه عقليه ديال السنايبر، يعني خصك تكون موجد. لاحظوا معايا، شوف الا درت هذه القضيه اللي قلت لكم، اسمعوا لي قطعت، الا درت هذا الراس صغير وفتيله خارجه هنايا، عرفوا بان هاد لازون، هادي الاخوان، هاد لازون هادي كامله حاكمينها الفيروس. خاصني شمعه تكون بحالك خارجه من فتيله، مادام كاينين السيلرز دخلوا عند البايرز هنايا في هاد الشمعة هادي مقاتلين معاه، ودابا حنا حرب، هادي نايضة الحرب الروينة نايضة تما، فهمتوني؟ مقدرش نجزم ان هاد المنطقة ديال البايرز، اوكي؟ هادشي اللي بغيت نوصل ليكم. دابا عرفنا الكونسيبت علاش تراسينا، اللي عنده شي سؤال يطرحوا الاخوان يلا، باش ندوزو للنكس، باش منبقاوش نرجعو للموضوع. الاسئلة اللي غتكون تكون ماشي حول نقطة من النقط اللي ذكرناهم، باش ما نرجعوش نشرحو عاوتاني كل شيء من أزيد. اللي ما فهمش شي حاجة يكتبها في الكومنتر الإخوان، مرحبا. يلا نكملوا. دونك حنا عرفنا هاد المستويات مهمين بزاف، عرفنا هاد المستوى هذا، تراسينا حيت قديم ديال 2021، هاد المستوى شتي راه ما قدراش تهبط عليه، أوكي؟ هاد المستوى هذا هبطات عليه ولكن دفعوا لي، هذا مستوى جديد، هذا المستوى هذا جديد، اوكي؟ هذا المستوى جديد وهذا المستوى قديم. دونك هذه المنطقه، هذه منطقه ديال البايرز، لحد الساعه باقا منطقه ديال البايرز، ولكن ماشي كونفيرمي. امتى غتكون كونفيرمي؟ ملي غتسدد الشمعه هذه فوق من المنطقه، مادام هي غتدخل داخله، كتدخل وكتخرج، كتحاول تهرس ديك المنطقه ديال البايرز، باقي ماشي كونفيرمي. تتسد لينا الشمعه ديال الويكلي عاد نكونفيرمي. اوكي، واش كيعني هادشي انا ما ندخلش نتداول؟ لا، ندخل نتداول. انا تراسيت من المناطق اللي مهمه عندي، تراسيت دابا يمكن لي ندخل ونتداول. كيفاش غنتداول؟ غادي نهبط في التايم فريم. حنا دابا راه كنهضروا على الاسبوع، على التايم فريم ديال الاسبوع الاخوان. غندوزو ديال الدي، ديال النهار، غنقلب النهار، شارط النهار. لاحظوا معايا شنو واقع، حنا قلبنا النهار ياك، هذا هو النهار، اوكي؟ في النهار الاخوان غنتراسي تاني خطوطه وغنديرهم متقطعين. شوف غنتراسي غير ديال الويكلي وديال النهار، وغنقلب، نقدر نلعب في 15 مينيت، نقدر نلعب في الساعه، اوكي؟ مي خصني نتراسي هادو ديال الويكلي وديال النهار مهمين، اوكي؟ غادي نتراسي ديال الويكلي، ديال الويكلي تراسيناهم، دابا غندوزو ديال النهار. نهار الاخوان شنو كنشوفوهم في هاد المنطقه ديال البايرز؟ خصني نتراسي واحد ليلين بحال دابا هاد لالين هادي الاخوان، هاد لالين هادي، لاحظوا معايا هاد لالين هادي كيرجع منها السحر. خصني نتراسي، غنديرها بالخط، غنديرها بخط متقطع، غنجي هنايا. الا بغيتو تزومي ورا تقدرو تزومي، وكتجيو هنا على اليسار كاينه واحد الزوم، نوريها ليكم، هاهي زوم ان، شوف كديرو زوم ان، كاينه زوم اوت، من فوق كدير زوم ان كطلع زوم اوت حداه. المهم كنكليكي عليها وكنجي هنايا، اوكي، وكنجبد هاكا من اليسار لليمين ديك المنطقة اللي بغيت نزومي، كطلع لي. علاش؟ ملي كتزومي لاحظ راه كيبان لك الويك، كيبان لك داك الخط خارج،
انا باغي نجيبها فوق من الويك هاك، جيبها مع الخط فاش سدات الشمع شفتو هاك، تجيب داكشي ناضي اكزاكت. الا كنت غادي نلعب في 15 مينيت وفي 5 مينيت خصني نجيب داكشي اكزاكت. اوكي سو انا جبتها، وهنا حيت عندي الويك خارج هنا عندي الويك خارج هنا، غنزيد نتراسي واحد لالين اخرى الاخوان، لاحظوا معايا غنزيد نتراسي واحد لالين اخرى عند الاخر ديال الويك هنا هاك. اوكي حيت هذه منطقه مزيان، اشنو كتعني هاد المنطقه هادي؟ هاد المنطقه هادي ممكن ينزل ليها السعر ولكن البايرز قوي، ممكن ينزل ليها السعر ولكن البايرز قوي. هاد المنطقه الاخرى اللي رسمتها دابا غندير زوم اوت، دابا ما غتبانش لكم، غتبان لكم غير خط صغيره ميني 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 سكيل صغيره بزاف، ولكن ملي نهبطوا في التايم فريم غتبان لكم مزيان. اوكي صافي سالات المهمه ديالنا حيت حنا كيهمنا غير هاد المنطقه الاخوان. اوكي هادي منطقه ديال سيبورت، لان ما كنخدمش بالسيبورت ولا الريزيستانس، كنخدموا بطريقه كتسمى ديماند اند سبلاي، العرض والطلب. اوكي هاد المناطق اللي رسمنا حنا هادو هما المناطق ديال العرض والطلب. هاد المنطقه اللي حنا فيها دابا منطقه ديال اش ديال الطلب ديماند. دابا كاين اللي كتلف ليه ديماند اند سبلاي، ما كيعرفش واش دابا نسميوها هادي ديماند ولا نسميوها سبلاي. انا نوريكم الطريقه ساهله باش تعرفوا ديماند اند سبلاي. انت فاش كتبغي تشري شي حاجه كديمانديها كتطلبها، كتطلبها باش تشريها، وفاش كتبغي تبيع شي حاجه كتعرضها للبيع، كتبغي تبيع شي حاجه كتعرضها للبيع، كتبغي تشري شي حاجه تاخذها كتطلبها باش تشريها، كتقول لي عافاك بيع ليا هذه، ملي كتبغي بغيت نشري هذه، ملي كتبغي تبيع كتعرض شي حاجه للبيع. اوكي هذا هي العرض والطلب باش ما تلفش ليكم هذا المصطلح وما يدوخوش. سو انا فاش غيجي هنا هذه المنطقه هذه فيها الشراء، اذا منطقه اشنو عرض ولا طلب؟ اكتبوا لي في الكومنتات واش هاد المنطقه منطقه عرض ولا طلب؟ شنو لاحظ شنو قال لكم؟ شكون اللي متفوق؟ شوفوا غير الالوان ديال الخطوط، الالوان ديال الخطوط واش منطقه عرض ولا طلب؟ يلا نتسناكم. طالب ديماند ديماند ديماند. اوكي سو هذه منطقه طالب، منطقه ديماند نكتب هنا ديماند لونغلي كان ديرو بالخضر، عقلوا عليها ديماند كتكون بالخضر، ديماند كتعني الشراء، اعطيني 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 بيع ليا. اوكي حطها هنا المنطقه ديال ديماند. وهاد المنطقة بالحمر اش غتكون؟ منطقة ديال سبلاي. حنا دابا ما كنشوفوش الارقام واش 34 كا 30 كا 2000 كا، سير ابحر. ولكن قبل من دابا حنا عرفنا المنطقة ديال الدمان، اشنو خور نسينا ما تراسيناش؟ حيت حنا دابا في الديلة الاخوان، وهذا الخط الاحمر اللي رسمنا ديال الويكلي، حنا بغينا خصنا نرسمو تاني شي منطقة أخرى اللي هي ديال الديلي اللي يكون فيها متفوقين البائعين. فين غتكون؟ في الأول كانت عندنا هادي، هاد المنطقة هادي. أوكي شوية هبط هنايا شوية طلع المشتري، نطلعو المنطقة اللي هنا شوية هبطو شوية. دونك هاد المنطقة هي اللي غنعتمدو عليها، أعلى منطقة أعلى تيست اللي قدروا يوصلوا ليه المشتري هو هذا. نبراسي بحقا ديري بحقا. اوكي وغنديروا بالحمر الاخوان، بالحمر هاك. علاش انا نديرو بخط متقطع؟ باش نعرف الداي من الويك. دابا هذا المتقطع ديال الداي واللي كونتيني خط كونتيني ديال الويك. اوكي سو هاد المنطقه هادي غنسميها منطقه ديال سبلاي.
هذه المنطقة هذه هذا السبلاي وغنديرها بالحمر تماك في كاينين البائعين مهم هادشي الاخوان تعرف شوف هاد المنطقة ديال السبلاي واشنو لاحظتوا الاخوان كاينة حرب دابا حنا جينا الوسط ما بين الدماند والسبلاي وانت باغي تشري اش تشري ما عندك ما تشري الا شريتي هنا وطلع السعر لهنا ما غيدير لك حتى شي رباح وغيهبط وغيبقى يحمق فيك اوكي حنا كنهضروا على الداي اوكي دابا حنا في الدايلي يعني الواحد اللي باغي يتريدي دايلي ولا باغي يستثمر ماشي ديال استثمار وماشي ديال وماشي ديال تريدي ديلي ديالاش ديال سكالبي يعني غنهبطوا في التايم فريم جينا هبطوا في التايم فريم هبطوا الوان اور شوفوا الوان اور كيفاش داير لاحظوا مع كل ما كنهبطوا دابا غتبان لنا الصوره احسن لاحظوا شوفوا الصوره كي غتبان لنا لاحظتوا ايه بالعقل دابا تبدا توضح لكم الصوره شري هنا بيع هنا شري هنا بيع هنا شري هنا بيع هنا شفتوا ما تحتاجوا لا انديكيتور ولا حتى حاجه دابا بقات في شري هنا وبيع هنا قال لك تريد از ايزي باي وين اتس لو سيل وين اتس هاي لا ماشي بهذه السهوله فهمتيني كتكون بسهوله الا وجدتي لها الا حطيتي التولز عندك الادوات كنقولوا كنمشيو بطريقه ديال السنايبر دابا الغزاله غادا هربانه وهربات مورا الشجر وطلعات مع الواد وهبطات مع الواد وطلعات مورا الجبل وهربات حتى اش غادي تجري تبعها حتى سنايبر حتى خصك تريح تخليها هي تجي لعندك ملي غتجي غتكون الظروف مواتيه وغيكون داكشي هو داك كيما نتايا بغيتي ليه غادي تضرب الضربه ديالك وسالينا صافي هذه هي الخدمه ديالك يعني انت شنو كدير انت كتسنى السعر هنايا فهاد البلاصه هادي الا ما جاش السعر فهاد البلاصه ما داخلش ما عندي ما ندير نجي ندخل حيت غندخل هنا نضيع فلوس شي الا دخلتي فهاد البلايص البيضين هما طراسي مطلوبي هنا ما خصكش تدخل هنا فهاد البلايص هادي نهائيا حتى شي عمله فهاد البلايص البيضين وما خصكش تدخل فهاد البلايص الحمرين هادي كاع هي الاخطر كاع هي تكون نتايا سنايبر وحاط الماتيريال ديالك واجد والغزاله غزاله عندها كركدان عندو راكم عارفين كركدان عندو دوك الكرون كبار وكاين شجر على الليمون وشجر على اليسر والطريق اللي كنت ديجا ما تلقاش فين تهرب غتجي تقصدك انت ديريكت فهمتي هاد البلايص هادو البيضين من ممنوع بتاتا تدخل تريدي نهائيا هاد البلاصة ممنوع هاد البلاصة ممنوع اوكي ممنوع بتاتا نقدر نتريدي في هاد البلاصة الريسك غيكون اقل في هاد البلاصة هادي نديرها اخضر ايوه اخضر نقدر ندخل في هاد البلاصة هادي قريبة شوية لهاد لازون نقدر نتريدي في هاد الخط هذا نقدر نحط نشري في هاد الخط إلا دخل لي لهاد الخط ودار لي واحد الشمعة يعني شمعة اللي مزيانة نشري حتى لا شريت شي هنا وقدر تشري واخا دير الغلط وتشري ما تغلطش غادي يطلع السعر كون على يقين غيطلع غادي فهمتي اوكي هنايا لاحظوا معايا هاد البلاصة شوفوا هاد البلاصه شحال بقى فيها بزاف لاحظتوا هاد البلاصه هادي بقى فيها بزاف شوف ها ولا كيتيست سو انا في نظري احسن بلايص هي البلايص ديال ديماند نشري في البلايص ديال ديماند نتريدي في البلايص ديال ديماند سكالبي في البلايص ديال ديماند اوكي احسن ليا من سكالبي في البلايص ديال سبلاي ولا الوسط ديال الحب اوكي ما عندنا ندير انا بدوك البلايصات اخوان الفيديو اللايف بدا كيتبوزا حاولوا دابا عرفنا البلان هانتوما لاحظتوا وصل السعر هنايا هادو هنا كيكونوا الفيك اوت الاخوان فهاد لي زون هادو كيكونوا الفيك اوت حنا دابا راه لايف مع البيتكوين لايف
فهاد لي زون كيكونوا الفيك اوت الاخر. هاد لي زون البيضاء، هاد لا زون بيضاء هنا كيكونوا الفيك اوت. خطير هاد لي زون شي هنا تقدر دير لك شمعة طويلة ودير فج وتهبط هنا. خطير 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 بزاف. انيويز اشنو كندير باش ندخل؟ دابا حنا في الوان اور الاخوان، انا باغي 15 مينيت، كندخل ديما في 15 مينيت. عقلوا على هاد القضيه مهمه بزاف الاخوان. كندخل في 15 مينيت وكنخرج في 15 مينيت. غادي نقلب ل 15 مينيت هاكو، لاحظوا معايا اللي تكون ملي كيوصل دوك لي زون ديال السبلاي، كيولي كلشي كيتبلوكا. كوين بيز ما تقدرش تشري فيها، باينانس كترون، كلشي كترون. بغيت تشري غير اليو اس دي سي ما تقدرش تشري اليو اس دي سي. انيويز علاش؟ حيت كيقرب المنطقه ديال البيع، منصات ضدهم، ضد انك تبيع، باغي انك تشري ما باغيكش تبيع، فهمتين؟ بحال اللي وقع هنايا الاخوان في هاد لا زون هادي. لاحظوا معايا الهبطه اللي دار هنا صاروخي، شفتو؟ شو غير مشيت ليها زعما بغا كاع يمشي تريدين داكشي بلونطا كاع غيرت بلونطا. المهم عرفنا لي زون ديال السبلاي، عرفنا لي زون ديال الديماند. غادي نزيدو واحد الانديكيتور مهم بزاف، هو ديال فوليوم بروفايل ولا فوليوم بروفيل. نزل لو فرونسي هانتوما. كنمشيو هنا انديكيتور، كنديرو الفوليوم بروفايل. اوكي تقيل، كلشي ولا تقيل هذا قالش. ها هو الاخوان فوليوم بروفايل، هو اوكي. اشنو هو الفوليوم بروفايل؟ كيعطيك البلايص اللي متمركز فيهم الفوليوم. هاد البلايص هادو فيهم الفوليوم متمركز. هاد البلاصه هادي اللي كتبان لكم دايره بحال الجبل، هاد المقمقمه هادي، هادي متركز فيها السعر. اوكي يقدر الى مشى فيها يقدر يرجع السعر، ولا فاتها كيمشي السعر بسرعه. اوكي دونك انا شنو كان، علاش كندير هاد الفوليوم بروفايل الاخوان؟ باش نديرو في الوان اور. لاحظوا معايا الا درتو في الوان اور كيعطيك ريوسا بزاف. انا غنطراسي هاد الريوسا، كاين هاد الراس هذا، كاين هاد الراس ديال اورانج، ندير كاين هاد الراس هذا هو ديجا مطراسي. هذا هو اللي كيتسمى بوينت اوف كنترول. بوينت اوف كنترول هو مركز التحكم، هذا هو مركز التحكم. غادي نهضروا على هادشي بالزربه. وكاين هاد الراس هذا حتى هو مطراسي، وكاين هاد الراس هذا حتى هو مطراسي. دابا حنا كنهضروا على الفلوانا. الا مشينا ل 15 مينيت، لاحظوا معايا السعر ضرب في المنطقه ديال السبلاي ديال الديماند، بقى كي كونسوليدي، طلع هنايا جا ضرب لينا، هرس لينا هاد القمه هادي، داز لنا دابا غادي لهاد القمه هادي. اوكي وغادي يطلع، يقدر يطلع حتى لهنا، عنده مسافه يقدر يطلع حتى لهنا. اوكي اشنو البلان ديال هاد الفاليوم بروفايل؟ نشرح لكم هاد الفاليوم بروفايل بالزربه. فاليوم بروفايل الى جا المنطقه ديال السبلاي، الى ضرب السعر في المنطقه ديال السبلاي وصل هنايا، ما عمرك ما تشري هنايا، صافي هرب لك، مشى لك السعر هنا، صافي ما تشريش هنايا. هنا يقدر يرجع السعر. لاحظوا راه كيديرها بزاف المرات، كان جا هنايا وبقى كيتدبدب، يطلع 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 وصل حتى لهنا. قام هنايا دونك جا هنايا السعر الاخوان، طلع حتى لهنا وعاود هبط. اوكي عاود هبط وجا تاني هنايا وطلع، ولكن ملي جا هنا الاخوان هانتوما لاحظوا معايا، جا هنا تمركز، هنا كي تكون تمركز الاموال. هاد البلاصه هادي كتسمى
تمركز الاموال، منطقه تمركز الاموال، هذه البلاصه هي اللي فيها داك الخط اللي هضرنا عليه اللي كتسمى البوينت اوف كونترول. اوكي، سو هاد المنطقه الاخوان كتسمى بوينت اوف كنترول ولا منطقه تمركز الاموال. اوكي، كان هاد البلاصه هادي اي حاجه تقدر توقع فيها الانسان ما خصوش يدخل تما كالاخوان. اوكي، اين فوا كيفوت هاد المنطقه وكي يهبط يدير لينا واحد الشمعه كبيره، انا غادي نزومي لكم، نزومي لكم هنا باش تعرفوا الطريقه كيفاش كندخل. فاش كيفوت لينا هاد المنطقه هادي ضروري كيدير لك واحد الشمعه حمراء هنايا، عاد كيطلع هو دار عاوتاني هنا. هادي كونفيرميشن، هادي كتعطيك كونفيرميشن انه واش دخل ولا لا. هادي اوكي، ما نجيش ندخل حيت هرس ليا هنا، نو خليته يهبط هنا ويدير لك شمعه خضراء بحال اللي كيدار هنايا، بحال اللي كيدار هنا هاد الشمعه الخضراء هادي دار هنا حمراء هاك. وهنايا هنا هاد لا زون هادي كتعني ان هادي هادي راه زون ديال ديماند واحد اخر، نقدروا نسميوها زون ديال ديماند. شنو هي زون ديال ديماند؟ هي زون اللي كتبرهن اللي كتاكد التفوق ديال المشتري، وزون ديال السبلاي هي لا زون اللي كتاكد التفوق ديال البائعين. وكيفاش كتاكد؟ ماشي مره، ماشي جوج، اكثر من جوج المرات، خصها تكون اكثر من جوج المرات. بحال دابا هاد لا زون هادي علاش تكونفيرمات زون ديال ديمان؟ حيت تكونفيرمات اكثر من جوج المرات. لاحظوا معايا هالمره الاولى ياك، هالمره الاولى تكونفيرمات، المره الثانيه او ربما المره الثانيه والثالثه. هذا راه هو دبليو، هذا كيتسمى دبليو، ها هو هاد الباترن هذا كيتسمى دبليو، ها هو شوف دبليو يعني صافي غير شري، ها هو طلع السعر. اوكي، هاد الباترن هذا كيتسمى دبليو، ها هو عطاك دبليو، عطاك كونفيرميشن هنا تاني. هذه منطقه ديال الديماند وحده اخرى نقدروا نتراسيوها هنايا، هاي شفتو نديروها بالخضر. مي حنا ما غاديش نبقاو نتراسيو، غير كنتراسيو نتراسيو صافي. تراسينا ديال الويكلي، تراسينا ديال الداي كافي، فهمتي؟ حيت هادوك هما اهم نقاط اللي كيرجع منهم السعر، غادي يرجع منهم السعر لانهم قويين. كنهضروا على تايم فريم كبير، ما كنتراسيوش ديال الساعه وديال الدقيقه وديال نو 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 نو، كنتراسيو غادي الويك وديال الداي تقصيت. عندنا ما نديرو بالديال الساعه وديال، واخا حنا كنتريديو في 15 دقيقه ما كنتبعوش ديال 15 مينيت و 5 مينيت. هذوك مناطق مؤقته وضعيفه، مؤقته وضعيفه ومتغيره. ديال الساعه وديال الويكلي وديال الداي ما كتغيرش على مده طويله، سو كتعطيك فرصه انك تتريدي فيها يعني قويه بزاف. بحال دابا هنا غادي يطلع 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 حتى يوصل لك الخط الاحمر اللي كنا تراسينا كبيره، وغيوصل مثلا هذه المناطق هذو وغيهبط عاوتاني، وغيدير شي هبطه خطيره بحال هذه، بحال هذا البرد، بحال هذه الهبطه هذه. شوف دابا اللي غيشري، اللي غيشري دابا غيشري معطل، يلا غيدير 0.78% ديال البروفيت الا كان الا ما كانش كيدير الفيوتشرز. راكم عارفين الفيوتشرز كيهربوا بعدا، متبقاش تشدهم بهذا. وغادي يهبط ديك الساعة السعر، شحال غيهبط؟ غيهبط بجوج 75%، شو على هبطة بعدا كيدير هبطة ما يخليش لك حتى بنت، شو يعني غيضرب لك ستوب لوس وغيحمقك وما غاديش تربح حتى شي حاجة. علاش هادشي كامل؟ حيت حنا فواحد المنطقة اللي كنا شفناها ديجا في البيكر تايم فريم، بأن حنا فواحد المنطقة ديال الحرب. جينا الوسط ما بين البائعين والشاريين، واخطر منطقه هي هذيك تقدر تشري فيها، عندك هي وعندك ديك المنطقه ديال السبلاي اللي هضرنا عليها. سو الدور ديال الفاليو بروفايل هو كيعطيك مناطق ديال تمركز الاموال. عندك هذه المنطقه هي منطقه تمركز الاموال، وعندك هذه المنطقه الثانيه الا مشى ليها منطقه تمركز الاموال. اشنا هي منطقه تمركز الاموال؟ منطقه تمركز الاموال هي منطقه اللي كيبقى فيها السعر لواحد المده، كتكون واحد كيجمعوا الفلوس، فهمت؟ كيبقاو يضربوا ستوب لوسات يضربوا ستوب لوسات كيجمعوا الفلوس. دابا انا بغيت نعرف الاتجاه فين غيمشي،
بغيت نعرف الاتجاه فين غيقدر يمشي ليا هاد السعر الى وصل هنا. انا نوريكم الطريقه الاخرى. او فهمي هاد القضيه هادي راه ما تلقاو حتى شي واحد كيهضر عليها، ما عرفش علاش صراحه. نوريكم هادي دابا، هادي راه تريد زوينه، شي جبده من هنا من البلاصه ديال الدناد. شوف شحال دابا طلع 6%. هذا غير البيتكوين، 6% في البيتكوين راه هي 50% في عملات اخرين، فلوكي اينو ولا الناس اللي كيتسناو يديروا 300% و 400% و 500% في عملات وكيتسناو يطلعوا، راه غير بالسكالبين غير من شهر 4 لدابا. حنا دابا في شهر 6، غير هاد الشهرين هادي راه غتكون درتي 500% غير بالسكالبين. ولكن الا كدير الطريقه هذه، يعني كتوجد بحال سنايبر، كتوجد هنايا كتسنى هنا في هذه المناطق، كتشري هنا، ما تشريش انت هنا وهنا وهنا وهنا، جاني كتشري هنا، اوكي، تشري في مناطق ديال السبلاي لي تراسيتي، اوكي، لان هاد المناطق هادو خطيرين الاخوان، هادو كيرجع منهم السعر، فهمتوني؟ سيرتو دابا من يلاه كيطلع وغادي يدير واحد الريفرسو غيكخيي واحد المنطقه اخرى ديال الديماند، اوكي. دابا فاش كيمشي، دابا حنا ملي كنهضرو على بيجر تايم فريم، على تايم فريم ديال الويكلي وديال الداي، دابا هضرنا على هاد المناطق. نحيد هادشي هذا باش ندوخكمش، نحيد هاد البوينت اوف كنترول، ما كنتراسيش انا البوينت اوف كنترول، اوكي، هادو ما كنتراسيهمش، كنخلي الفاليوم بروفايل بحال هكا حيت كنشوفو، عارف انايا شنو يقدر يدير. اجي نديرو الوان اور، الفاليوم بروفايل وان اور، اوكي، ندير 30 مينيت، اوكي. كيعجبني 30 مينيت صراحة، 30 مينيت كيعطيك واحد النظرة، ما هي كبيرة ما هي صغيرة، هو 30 مينيت ما بين تقريبا ال 15 وما بين ال 1 اور، فهمتي، كيعطيك واحد النظرة زوينة على الماركت اشنو واقع. لاحظوا، غتلاحظوا هاد القضية هادي، هدا 30 مينيت كيعطيكم واحد النظرة زوينة على التشارت، كتعجبني ديال 30 مينيت بزاف. لاحظوا معايا هاد المنطقة هادي كتسمى منطقة ديال تمركز الأموال، اللي هي منطقة ديال البايرز، داكشي علاش طلع منا السعر الأخر. هاد المنطقة هادي ديال تمركز الأموال شي لاحظتو في 30 مينيت كتبان أوضح. حنا كنا تراسينا مناطق ديال السبلاي، قلنا هاد المنطقة هادي ديال السبلاي، وهاد المنطقة ديال الديماند، عفوا، هادي هنا مشترين قويين، هنا البائعين قويين، اوكي. غادي نجيب هاد الكتبة هنا باش تبقى واضحة ليكم هنايا، بحال هكا حسن. دابا حنايا دخلنا دابا لازون ديال البائعين، غادي يوصلو، غنوصلو لهاد المناطق هادي من لهنا لهنا. لاحظوا، حيت علاش انا اختاريت من لهنا لهنا، لاحظوا حنا دابا كنهضرو على 30 مينيت، هادي هي اعلى قمة ديال فاش كي دابا حنا كانت هادي هاد لازون، هاد لازون هادي في البيجر تايم فريم، ولكن ما احترمهاش هنايا وهنايا. ملي ما كيحترمهاش كتسمى كخيا واحد لازون اخرى تحت منها ديال السبلاي، هي غنتراسيها دابا انا بالاحمر تبان لي، اوكي. غير ركزوا معايا، دابا حنا تراسينا السبلاي والديماند ديال البيجر تايم فريم، اوكي، هاد الخط المتقطع قلنا ديال الداي لا عقلتو، والخط المتصل ديال الويكلي. مي هنا حيت هبطنا ل 30 مينيت، ها هي واحد لازون ديال الديماند ديال السبلاي، شي راه كتلف هذيك كلمه ديماند سبلاي، كتلف. هذه منطقه ديال سبلاي جديده، اوكي، في 30 مينيت، وغنطولها بحال هكا، وهي اللي غيرجع منا السعر دابا، وغتلاحظوا داكشي لايف الاخوان، لايف، ماشي كنجيب انا التشارت مرسوم ونحلل لكم، هانتوما لايف داكشي. لاحظوا معايا، هو غادي يهبط من السعر دابا، غتشوف واحد الشمعه حمراء نازله منه كطير، شوف هاد لازون هادي،
وغنهبط حتى لهنايا. كيفاش تراسيتها؟ تراسيتها حيت انا عارف هذا الخط متقطع الاخوان ديال دي، ولكن ما احترمتوش مادام جات لهنا وما طلعاتش، دونك راه كتسمك خيات زون جديده. داكشي علاش انا ملي كنكون كنتريد الاخوان ما عمرني كنطمح ملي كنشري هنا وكيطلع، ما عمرني كنجيب انايا كندير بروفيت تيك بروفيت نديرها مع هذا الخط. نو نديرهاش مع هذا الخط، ديرها في النص ديال الخط ديال، غنوريكم الطريقه كيفاش الاخوان. كتعبر هذه المسافه من هنا لهنا، هذه المسافه من الديماند للسبلاي كتقسم على جوج، ياك كتقسم على جوج، وكتقسم ملي كتقسم على جوج داك النص الفوقاني كتقسمو حتى هو على جوج، كتبيع في الثلث الفوقاني ديال هذا النص هذا. ركزوا معايا مزيان، بلا ما في بوناتشي بلا حتى حاجه، سهله طريقه سهله. هانتوما هايا انا ندير واحد تريد مثلا، هانت تريد انا درت تريد هنا هنايا، كنحل هادي هنايا اللي جديد ما يتخلع ما والو، داكشي ساهل غير خص العقل والصبر، الصبر الصبر الصبر، وهادشي فيه بسيكولوجي بزاف، ولكن الا كتمشي باستراتيجيه ما تخافش. قلنا غنديرو مثلا ستوب لوس لتحت، تحت من هاد لازون، تحت من هاد الشمعه اللي كانت قبل، كي كانت عندنا واحد الشمعة قبل هنايا، هاد الشمعة هادي غندير انا ستوب لوس تحت منها. خا انا ما غندخلش انا في هاد التريد هادي، ما ندخلش فيها لانه فريمون ريسك. اوكي، والقضية اللي هدرت لكم على هاد السبلاي جديدة، منطقة ديال السبلاي جديدة، راه كيخلق حتى منطقة ديمين جديدة، حيت حنا في اللور تايم فريم هي هادي. هاي لاحظوا حنايا قلنا هادي هي منطقة كاملة ديال الديمين، ولكن هاو يلا كخينا واحد المنطقة أخرى ديال الدمام، حيت ما دخلش لينا المنطقة الدمام، يلا جات هنا، دونك هادي، هادي منطقة الدمام جديدة، غندير لها بحرف، وغنديرها بالخضر، أوكي، وغنجي هنايا، وغنطولها، غندير لها بحرف، أوكي، عقلو مزيان، هادي ما غيرجع لها هاد المنطقة، غيعاود يرجع لها الإخوان اللي تكون، أوكي. وهاد المنطقة غادي يطيح منها السعر البيتكوين، اوكي عقلو حنا في 30 مينيت. شوفوا الاخوة درنا ستوب لوس بالضبط تحت من هاد المنطقة، تحت من هاد المنطقة اللي هي ديال الديماند، اوكي هادي ستوب لوس هي اللي بالحمر، اوكي غادي نخسرو غير 0.70%، يعني 0.7%، والو غنخسرو والو. والبروفيت غنديرو فين؟ هنا هادي هي اهم حاجه الاخوان، بروفيت هانتوما كنمشي هنا على اليسار وكندير باراليل شانل، باراليل شانل كنجيب باراليل شانل ديالي هكا، كنجيب هذا هكا، دونك ها هو النص ديالي التراسه، هذا هو النص، اوكي تراسيتو، دابا النص هنا فين غندير؟ هنا في هذا الخط بالضبط، يعني قسمت على الربع، الربع ديال هاد المسافة، الربع الثاني ديال هاد المسافة تما كناخد البروفيت، اوكي اللي هو ايه الربع 3/4، كاين الربع الاول، الربع الثاني، الربع هذا الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الاخر، يعني قسمنا هاد المسافة على 4 كنحسبو الجزء الاول 1 2 3، هنا كناخد البروفيت ديالك، هنا غنطراسي هنا هادي، هادي هي البروفيت ديالي، غناخد هنا بالضبط فوق هاد الشمعة هادي، كنشوف إلا بانت لي شي شمعة، قرب لي شي شمعة، كنهبط شوية على ديك الشمعة، فهمتيني واحد شوية، تحت من شي شمعة كاينة هنا، صافي، أنا طراسيت البروفيت ديالي مثلا، صافي دابا شي يكون خديته مثلا هنا، غنكون ربحت. حال 3.99%، 4% اونلاين تقريبا، صافي ضربت 4% ديالي وخرجت هنايا. دابا نبقى نشوف، نبقى نضحك، مساكن هادوك غيبقاو فيا، مساكن اللي غادي يخسروا الفلوس دابا غيدخلوا معطلين، شتي هات شوف. دابا فهمتوا الطريقة، شفتوا هادي منطقة ديماند جديدة الإخوان، هادي منطقة ديماند جديدة، كاينه الكبيره هي هذه ديال بيجر تايم فريم، كاينه هذه الجديده،
ما ندخلش انا في هذه حيت جديده، انا عارف بان المنطقه اللي ديال الدمام خصو يدخل ليها هي هي، ما ندخلش انا في هذه، هذيك خياها جديده غنجي غنطراس. دابا خصكم تعرفوا واحد القضيه، انا راه ما كنبقاش نتبع البيجر تايم فريم، كنبقى نتبع 30 دقيقه. دابا فهمتي 30 دقيقه كنتبعوا باش نعرف اش من ليفلز، واش محترم ليا الليفلز الكبار ولا لا. الا كيخلي ليا ليفل جديد فوق من داك الليفل كنطراسي بحال دابا هذا ليفل جديد، وهو اكدوا ليا كاع المره الاولى داروا كخياه المره هذه، فاش كخياه هذه فاش تكون الليفل، وهنا فاش كونفيرما ليا الليفل الثاني. اوكي المره الثانيه كونفيرما ليا، اوكي هنايا كونفيرما ليا الليفل. سو هنايا هذا الليفل ديال البيجر تايم فريم ولا ديال الوان داي، وهناك خيالي ليفل اخر ديال السبلاي جديد هو هذا. هنا فين بعدا كيفاش كنطراسي انا هاد الليفل؟ كنجي عند كنشد عند الراس ديال الشمعة، ماشي بالضروره غيوصل حتى لتما، المهم الروس الريوسه شد لي غير الريوسه فوق، وتقدر تطلع هاد لازون حتى الخط ديال المتقطع، حيت هاد لازون كامله غتعتبرها كامله، ولكن انا غير يدخل ليا تماك عارف هاد لازون خصني نبيع انا قبل ما يدخل لديك البلاصه، قبل ما يوصل خصني نبيع. غتلاحظوا دابا واحد الشمعة حمراء، يا سلام. المهم دابا فهمتوا، الا فهمتوا الاخوان راه غادي يكون مسجل في اليوتيوب اخوان، راه حطوه في اليوتيوب وغنحط لكم اللينك في ستوري. اوكي سو كما طلبتم مني هانتوما، شوف هذا الفاليوم بروفايل الاخوان، الفاليوم بروفايل كيفاش كتجبدوه، كتمشيو للانديكيتور هنايا، ها هي الفوق، كتكليكيو على انديكيتور هنايا وكتكتبوا فاليوم فوليوم بالفرنسي فوليوم بروفيل هكا، ها هي فوليوم بروفيل، ملي كتكتبوها كتطلع لكم، كتكليكيو على فافوري ولا فيفوريت، ها هي انا حيت ديجا عاطيها دايره فيفوريت، كيقول ليا الا بغيتي تحيدها من لي فافوري، حيت انا كتكليكي على هاد النجمه كتولي تدخل في لي فافوري، صافي كتولي تطلع لك اوتوماتيكمون هنايا، كتكليكي هنايا على الانديكيتور كتكليكي على فافوري كيطلعوا لك كاع الانديكيتور اللي دايرها، كتخدم بزاف كل وحده وديالها. اوكي سو هذه هي الطريقه الاخوه، دابا فهمتوا الطريقه، واش ولا كيوضح لكم هذا الشيء يا الاخوان؟ كتبوا لي في الكومونتير واش كيوضح لكم هذا الشيء. لاحظوا بان هاد لازون، علاش انا كبرت هاد لازون هذه ديال السبلاي، حيت هذه اللي فوق منها زون ديال دي، يعني نقدر نكبر لفوق ماشي مشكل، اصلا هاد المنطقه كيتحكموا فيها البائعين، يعني واخا نكبر لفوق ولكن واش نقدر نكبر لتحت؟ لا نقدرش نكبر لتحت هاد لازون. اوكي نفس الشيء بالنسبه للديماند، واش نقدر نعرض هاد نديرو طالع فوق؟ نقدر ندير مثلا نقول ان هادي كلها منطقه ديال الديماند؟ لا ما نقدرش، كندير حد الراس ديال اعلى شمعه. دابا مثلا هاد الشمعه هادي حمراء 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 حمراء، وجدت لهنا وحبسات كنبدا منا من تما، كنبدا الشمعه الاولى اللي طالع، وكنسد تحت من اخر شمعه، يعني اللور اخر شمعه كاينه لتحت تما، كنسد تحت الفتيله، هذه الزون، هذه هي الزون ديالي ديال الدمام، تما نقدر نشري شي غير يقيس ليا داك الخط، نقدر نشري مثلا 50% هاد الخط ديال هاد لازون، نقدر نشري 50% ونخلي 50% اخرى اذا زاد غرق دخل داخل الزون، نزل على على على, على, على التريد ب 50% اخرى. اوكي هادي كونوا عيار، شوف غيوصل هنا غيدير واحد البامب كبيره باش يدخل الناس باش يشريو، كيديروا هذا البلان هذا كيديروا بالعين، لاحظوا هاد الشمعه مكبره هادشي باش يبان مزيان. هاد هنا فاش كيوصل لازون ديال السيلز كيدفعوا 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 كيدفعوا، بنادم فاش كيدخل كيبقى البيتكوين كيطير، كيقول لك صافي البيتكوين طار، يلا شريو شريو البيتكوين غيطير، كيبان لك داك الشيء غادي نازل. هنا فين كيوقع الانسان في داك الخطا اللي هضرت لكم عليه في الاول، قلت لكم الخطا ديال انك كتدخل وكتقول او انا غير دخلت وهبطوا البرايس، ما يمكنش، واش هادو حاضين واش هادو كيتسناو فيا
فهمتوني؟ هذا هو الكونسيبت الاخوان. دابا انا ما كنقولش لكم هذا الكونسيبت الاخوان غتعتمدوا عليه غير هو، تقدروا هذا هو الاساس ديالكم باش تريديو كسنايبر، ولكن قراو حوايج اخرى، قراو بحال دابا الباترنز. الا مشيتو غير لجوجل، شحال واحد قال لي خويا ياسين عطيني الباترنز، غتمشي لجوجل غتكتب باترنز تشارت باترنز ان بريميوم، عطيت تشارت باترنز هانتوما اللي ما عندوش لان بريمون تمشي للمكتبه ان بريمي تشارت باترنز وكدير ايماج كيطلعوا لك راه بزاف كاينين كيبيعوهم كاع امازون دير 20 دولار شتي هادو كاينين بزاف بحال هادو بحال هادي زوينه هادي فوركس تشارت باترنز هادي زوينه ادير لها سيف سهلا ادير لها ايماج تمشي هنا الايماج هادي طلع ليا بلا ما نمشي لها انا تما هنا في جوجل غير في جوجل هنا غنكليكي دروات اليمين لا سوري غندير سيف ايماج از سيف ايماج از نجي هنايا نجي هنا كليكي دروات سيف ايماج از صافي ديسكتوب سيف هاهي طلعت عندي تسعين صافي هاهي عندي شحال من واحد كي خويا ياسين صيفط لي ديك التشات واو صيفط لي سهلة من التيليفون ديالك تقدر تأبلود دخل جوجل دير ليها سيف هاهي ولات عندك بغيتي تأبريميا حطها عندك إلا كنتي داير مثلا المكتب ولا داير بيسي فهمتيني أبريميها ودير لها لصقة ولصقها في الحيط باش تبقى عاقل على دوك الباترن فهمتيني تولي تشوف التشات تبان لك الباترن ولكن واش تخدم انت بالباترن لا منخدموش بالباترن بوحدو الباترنز غير كنعرفو الاتجاه ديال السوق واشنو يقدر يوقع ولكن اللي كيساعدنا بشكل كبير هو الديماند والسبلاي ما تنساوش هاد القضية الاخوان لاحظو دابا البرايس ديال البيتكوين راه غادي يدخل لبلاصة ديال لازون ديال البائعين غادي يشدو غادي يفرتكوه شوف لاحظو معايا شوف حنا دابا داخلين في لازون الحمراء دار الحمراء يلا غادي يوريك العين الحمراء هانتوما راه بائعين خدامين كيهبطو في الساعة دابا مابانش ليكم حيت في التوني مينات إلا هبطنا للفايف غادي يبان ليكم حرب نايضة شوف شوفو الشمعات الحمرين شنو دايرين شفتهم حنا نشوفو شنو هادي المهم عرفتو دابا الكونسيبت كيفاش داير الخدمة كيفاش كتكون أوكي حتى ولو مثلا نقولو مثلا جيتي نتا عندك الزون فقتي الصباح لقيتيه طلع على لازون ديال الديماند طلع على لازون ديال الديماند تقدر تدخل ولكن ما تدخلش ب 100% ديال الفلوس تدخل غير ب 50% علاش حيت عارف يقدر يرجع للبلاصه ديال الديماند الا فاتها مثلا غير بواحد 2% 3% ماشي مشكل تقدر تغامر غادي تدخل مثلا ب 50% وتغامر ودير ستوب لوس لتحت فهمتي وتخلي الا ما ديرش ستوب لوس ما ديرش ستوب لوس غتخليه باش الى هبط عاتاني البلاصه ديال لازون ديال الديماند لتحت غرق فيها تماك تما كتعطيه ب 50% اخر فهمتي ديال الانفستمنت ديال الفلوس باش داخل هذا مثلا باغي ندخل انايا ب نقولوا مثلا 300 دولار ولا 400 دولار وما تستهنوش الاخوان ب بالفلوس باش كتدخلوا بزاف ديال الاخوان كيقول لي خصني الفلوس خصني 1000 دولار خصني 10000 دولار نو 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 باش كنبداو كنبداو صغار ما كنبداوش كبار ما كنبداوش ب 10000 دولار و 100000 دولار اللي عنده 10000 كيقول لك خصني 100000 اللي عنده 100 دولار كيقول لك خصني 1000 دولار كل واحد شنو كل واحد كي كل واحد باغي يكبر باغي المونطون كبير زعما باش يجيب ربح كبير نو رب ما بقاتش في المونطون بقات في شحال ديال التريد كدير اللي ناجحين ماشي حتى شحال من تريد درتي تقدر دير 100 تريد ولكن 80% منهم خاسرين ولكن تقدر دير غير تريد وحده في النهار ناجحه راه عندك 30 تريد في الشهر الا كل وحده تجي نضربوا الحساب دابا باش تفهموا هذا الكونسيبت حيت بزاف ما بغاش يفهموا هذه القضيه هادشي اللي كنقول لكم راه ماشي فقنا كنعرفوا هادشي راه خسرنا فلوس درنا اخطاء تمرمدنا وباقا كنديروا شي اخطاء من نوع اخر ما علينا دابا نقولوا مثلا درتي تريد وحده ناجحه وهذه يعني راه مرحله متقدمه هذه سنايبر واعر تريد وحده ناجحه
قولوا مثلا نديروا سيدي حنا غير ثلاثه ديال اربعه ديال التريد في السيمانه، اربعه ديال التريد ناجحين، هات الاربعه ضربها، ضرب هذيك اربعه في ثلاثه في اربعه هي 16 ياك. الا شدينا 16 تريد ناجحين وضربناها غير في 5% الاخوان شحال هذيك؟ راه 70% في الشهر كدير 70%. وريني شي بروجي كيدير لك 70% ديال البروفيت، مكاينش 12% 10% 15% مكاينش 70%، مكاينش شي تقريبا راه اولموست بحال دوبلتي فلوسك. 70% راه دوبلتي فلوسك، يعني الا حطيتي الا حطيتي 100 دولار ولات عندك 200 دولار. دابا انت وليتي كتلعب، دابا تقدر تقول لك غنخلي خلي واحد 50 دولار اون سايد وتبقى تريدي ب 150، ما عمرك ما تريدي بفلوس راس المال والربح. هذه حيد هذه القضيه، فهمتي؟ مثلا كنت كندير 100 دولار، دابا ولات عندي 150، 200 غادي نديرها 150، ديما خلي واحد 50 دولار اون سايد، فهمتي؟ 150 دولار دابا وليت كندخل بها، غادي ندير 300. ما تنساش راه عندك 300 وعندك 50، هي 350. دابا غنبدا نتريد ب 200، سمعوا مزيان، بقى بحال هكا. هي اللي كتسمى مانجمنت، ماني مانجمنت. ما بقاش نتريد ب 150، غنبدا نتريد ب 200. شحال عندي انا؟ راه عندي 300، حاط 100، هذيك 200 غندوبل غتولي 400. شحال عندي؟ عندي 400 وعندي 100، هي 500 دولار. شتي كنتي حاقر 100 دولار، هاي ولات لك 500 دولار. دابا نقدر نقول لك دخل ب 500 دولار. علاش؟ حيت ملي توصل ل 100 دولار 500 دولار وتميتريزي هاد الشيء وتكون عندك الصبر. لاحظوا معايا الشمع الحمراء هي بدات كت القضيه بدات كتحماض على الناس اللي كيشريو. ملي كتوصل لهاد الليفل ديال 500 دولار، انك ضربتي من وصلتي من 100 ل 500 دولار، صافي نقدر نقول لك اه ممكن تبدا تخدم دابا ب 500 دولار، حيت ضاعتي غدير 1000 دولار ومبروك عليك ال 1000 دولار. اوكي، حيت ملي كتدوبل، ملي كتوصل مثلا ل 500 كتدوبلها، راه كتولي في 1000. دابا هنا غتقول واو صاحبي، من 100 دولار يعني غير شحال درت دابا ديال التريد؟ درت شحال من تريد دابا؟ 100 دولار خاصك، هانت 100 غدوبلها جوج المرات غتولي 200، غدوبلها المرة لا المرة الأولى 200، المرة الثانية 400، 300 عفوا، حيت قلنا غنخليو 50، 300 غادي دوبل، غادي دوبلها غتولي 600. اوكي 600 غنقولوا غدير غير ب 500، ها انت 500 دوبلتها ولات 1000، يعني غير بعد المرات، راه بعد المرات غادي تريدي، غير بعد المرات غادي دوبل، غتولي من 100 دولار تولي لك 1000 دولار، فهمتي؟ 100 دولار تساوي 1000 دولار في 4 ديال التريد، في 4 ديال دوبلات 40. لاحظوا ولكن فور تريد شو 100 دولار غتولي 1000 دولار في 4 ديال التريد، 4 تريد. ما كنعنيش انه تريد وحده غدير فيها 100%، نو تريد غيكونوا ميني تريد، كل وحده دير فيها مثلا 5% 10%. هذا ملي كتلعب في هذه الطريقه اللي وريتك ديال بيجر تايم فريم، وصير تشوف شي كون كبير بحال دابا الا مشينا دابا ل نمشيو نحيد هاد الشيء، غادي نمشيو ل لونا اخوان طلبوا لي نهضروا على لونا. ها لونا الاخوان، لاحظوا معايا لونا نفس الكونسيبت الاخوان في لونا، نحيدوا هاد الشيء نمشيو ل 15. اوكي وفين غنمشيو؟ غنمشيو الاول فاش كانت دارت ديك الهبطة هنايا، هنايا فاش كان باش كنجر انايا التشارت الاخوان، كنمشي للجنب، كنمشي لهاد الجنب هذا وكنهبطو بحال هكا واحد شويه
باش نقدر نتحكم في التشارت، نقدر نهزها ونقدر نرجع اللور بلا ما تخربق ليا التشارت. اوكي دابا انا غنرجع، شوف انا كنتحكم في التشارت كيما بغيت، دابا هي واقفه وغنمشي لديك البلاصه اللي قلت لكم باش نتراسيو الديماند والسبلاي من، حيت ما نقدروش نديرو دابا في هذا الوان اور الوان داي الوان. سو شنو غادي نديرو؟ غنمشيو غير 15 مينيت ياك، وغنشوفو غير المناطق، غنتراسيو غير ليلين غير الخطوطه. اوكي فهاد اللونه خلونا راه ريسكي دابا الاخوان، حتى انا سمعت مؤخرا قال لك بغاو يديروا عمله اخرى جديده، اوكي بغاو يتخلاو على هاد على لونه وبغاو يديروا عمله جديده. المهم ما يدير روينه في داك الفريق، وكوريا حيت الفرق العمله كاين في كوريا، الكوريا بغات دير تقدير تحقيق على داك العمله. المهم بزاف ديال الامور نايضه في هاد اللون، ولكن ما كيمنعش ان لونه دابا كتبع الماضي تبع البيتكوين. سو شنو غندير انا باش نتراسي هاد لي زون الاخوان في لونه؟ غادي نمشي لهنا مثلا، غير لونه غير اكزومبل، انا ما كنقولش لكم تريديو في لونه دابا، فهمتوني؟ غير اكزومبل باش تعرفوا شنو كديروا فين كاينين نتوما. سو ملي غنجي هنا غنتراسي خط خضر، قلت ب هنا ما كيهمش، نقدر نتراسيه متقطع ولا متوصل، نديرو متصل ماشي مشكل. دونك هاد الباصه هادي ديال الباي غادي نتراسيوها، كنشوفو ادنى قيم ادنى منطقه وصل ليها السعر هي هادي، وكنشوفو اعلى منطقه ولا اعلى منطقه من هاد المنطقه اللي تراسينا اللي ارتد منها السعر هي هادي، ولكن ما كنشدوش من الويك، من الفتيله، ديك الفتيله ديال الشمعه، كنشدو من الفوق فين سدات الشمعه الفوق من تما، هاد المنطقه ديال البايس. اوكي هادي رسموها منطقه ديال ديماند، كنجيو هنا وكنكتبو ديماند هذا غادي يصبح لكم الصوره بزاف. هذه منطقه ديال الديماند. اوكي كاينه منطقه اخرى ديال الديماند اللي يلاه تكونات، هذه دابا هذه المنطقه ديال الديماند الاصليه ولا ديال التايم بيجر تايم فريم، كاينه الاخرين دوك الصغار هما اللي غنديروا متقطعين، هي اللي فوق منا. غنمشيو نشدو هذه الشمعه هذه اللي ضربات في الديماند وما دخلاتش وسدات هنا، غنشدوها فين سدات، غنديروا خط تما، نديروا خط هنايا. اوكي وبطبيعه الحال غنزومي باش نشدها مزيان، غنزومي على هذه البلاصه هذه، نشدها طق هكا كندوز. لاحظتوا معايا الخط شحال ديكالي، شحال هابط، خصني نجيبو لاصق مع الشمع، كنرجع وكندير زومات. فاش كدير زومات غادي، حيت داك الشيء غادي هابط بزاف غيبان لك صغير، لاحظ معايا شوكي صغير. داكشي علاش شنو غندير انا باش نرجع التشارت كيما كنت داير ليه في اللول، كنمشي ندير اوتو وكان زومي، ملي كنزومي كنجي لهنايا كنهبط هادي بحال هكايا غير واحد شويه، علاش نقدر نتحكم فيها وهي بحال هكا باش ما تقدر تحرك ليا، وانا رجعت ليا التشارت كيما كانت. شوفو كنزومي كتمشي تما كتهبط، بان تاع انك تشات كتهزها تحطها تهبطها طلعها ديرها كيما بغيتي، تقدر تزومي تقدر دير كيما بغيتي. المهم هاد لا زون هادي هي اللي غندير بخط متقطع، لان هادي زون جديده. اوكي هادي زون جديده غنديرها بخط متقطع مزيان. دابا غندير سميتو هذه المنطقه الاول، حيت ما تنساوش حنا هنا هذه المنطقه الاولى اللي تخيات، غادي نديرو هذه المنطقه ديال السبلاي. السبلاي غادي نطراسيو اوكي نطراسيو هنا نطراسيو هنا، نديرو خط تصل، نديرو بالزربه بحال نزربو شويه باش متعطلوش في هادشي، او غنطراسيو هاد البلاصه اخر وحده اللي هبطت. دابا كاينه هادي كاينه هادي، دونك هاد لا زون هادي كامله ديال السبلاي هادي، وغنسميها سبلاي زون. ها هي
دابا عرفتوا كيفاش الاخوان كان تراسيو السبلاي والديماند. اللي ما عارفش يكتب ليا باش ديماند كنديروها بالاحمر. سهلة 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 سهلة. صافي دابا حنا عرفنا هنايا جا دار الطاق طلع بقى كيكونسوليدي هنايا كيكونسوليدي كيكونسوليدي طلع هرس لينا السبلاي غيكخي لينا. دابا شوف فين ما كيهرس لينا الديماند كيدير لينا ديماند جديدة، وفين ما كيهرس لينا السبلاي فاش كيهرس لنا الديماند كيدير لنا منطقة سبلاي جديدة ومنطقة ديماند جديدة. عقلوا على هاد القضية مهمة بزاف، نسيت ما ذكرتهاش لكم واقيلا في الأول. دابا حنا في الأول هو هاد كان عندنا هاد السبلاي وهاد الديماند. طبيعة الحال إف هو غيهرس لينا واحد غيقلب الاتجاه سواء لتحت ولا الفوق غيكخي لينا سبلاي وديماند زون جداد. اوكي وممكن هاد المنطقة ديال السبلاي تولي منطقة ديماند. اوكي صوف فاش كيتغير الاتجاه الاخوان هذاك الشيء علاش الواحد ما خصوش يعتمد من يدخل المنطقة ديال السبلاي. فهمتي ماشي غير صافي دخل السبلاي ندخل مثلا الفيوتشرز ونبيع. اوكي خانا دابا ضد الفيوتشرز لانه بعد ما جربتو داك الشيء لقيت داك الشيء ما خدامش من ناحيه الفيز وداك الشيء بزاف ديال الامور هضرت عليهم ديجا في واحد الفيديو. قلت لكم السبلاي انفو يدخل ماشي غير يدخل نشري نو خاصو يعطيني كونفيرميشن. اشنو هي الكونفيرميشن؟ هي كيما قلت لكم شي شمعه بحال دابا هاد الشمعه هادي خارجه من الفتيله ودار لنا الشمعه حمراء. اوكي مزيان هادي راه انه راه مازال غاديها ولكن واش وصل لنا لهنا؟ ما وصلش. لاحظ راه تيستا غير من روحي. اوكي دونك هادي زون ديال الديماند قويه بزاف. عقلوا على هاد لا زون هادي ديال 4083 هذيك لا زون قويه قويه قويه. كي حتى لا هبط هاد اللونه غادي يهبط لها غادي يضرب غادي يطلع كونوا على يقين. دابا حنا هنا ملي هرس لينا هاد لا زون ديال السبلاي قلنا غيكخي لينا زون اخرى ديال الديماند وزون اخرى ديال السبلاي. مزيان اجي نشوفو هنايا شنو واقع. هو هرسها ورجع منها رجع منها المرة الأولى. أوكي رجع منها تقريبا في هاد لازون هادي كاملة ديال نقدرو نقولو هاد لازون هادي كاملة ديال الديماند. أوكي ولكن ضعيفة بزاف. علاش ضعيفة بزاف؟ لأنه لو كتلاحظو هرس هنايا وجا هنايا وهرسها دونك ما معتمدوش. هادي دابا هادي إلا شفتوها في الوانا راه تبان لكم غير فيكات هي طلعوها. هاد لازون كاملة مقدرش نعتمد عليها. شوف هاد لازون كاملة مقدرش نعتمد عليها. هادي غير دخلو بنادم يشري وهبطو السعر صيدو بنادم وصافي. شفتو هاد لازون هادي هاد المازون هادي خطيرة. داكشي اللي قلت لكم عمر واحد ما يشري في السبلاي في السبلاي زون. السبلاي زون ما خصش يشري بنادم لاحظوا معايا خطيرة صح الشيخ. اشنو دار هنا؟ ها هو دخل لازون ديال السبلاي ديالنا ها هو السعر هبط. وفين رجع؟ رجع تاني للديماند. ها هو رجع للديماند تاني ودا بقا كيكونسوليدي كونسوليدي كونسوليدي. الحرب نايضارة من اليوم شنو اليوم؟ اليوم 19 من 16 ماي وهي نايضة الحرب. 16 ماي نايضة الحرب وصل تاني للسبلاي. هانتو لاحظو معايا شنو وقع هنايا. أنا دابا في واحد لازون ديال الشراء وصل للسبلاي هاهو طلع هاهو غادي يطالع. شفتو هادي لازون زوينة الواحد اللي بغا يشري فيها لونا. عرفتو علاش؟ حيت البوينت اوف كنترول جات الفوق بعيدة. هاد البوينت اوف كنترول هي الخطأ. شوفوها بحال الخطأ. إن فو يبدا يقرب ليها السعر هنايا خصك تكون خرجتي. اوكي اشنو قلنا قبيلة؟ قلنا ملي كنبغيو ندخلو في شي ترين كنتراسيو الوسط كنشوفو الوسط ديال المسافة. حنا دخلنا مثلا هنا هادي هي لازون هادي ديال الديماند وهادي لازون ديال السبلاي باقا بعيدة الفوق. مي انا غنقسم على النص وغنقسم هاد النص غنبيع هنا. انا ما نبيعش انا سيدي انا نبيع هنا. غنشوف هاد الشمعات هادو اللي جايين دايرينها ودارها غنبيع انا تحت من هادي غنبيع هنا في هاد الخط هذا بالضبط.
هنا اجي نحسبوا بعدا شحال قبل ما ندخلوا. الا دخلنا مثلا هنا لهنا راه تبارك الله راه 25%. اوكي نقدر نقسم كاع البيع على جوج المراحل ولا ثلاثه، نبيع شويه هنا وشويه هنا شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا باش حتى لا رجع السعر ودار شي هبطه فهمتيني نخرج نكون خراج بالارباح ديالي فهمتيني. وتقدر دير ستوب لوس بريك ايفن وفي نفس الوقت تبقى تخرج في الارباح ديالك وهو طالع، كتسمى تريلين ستوب لوس. تريلين ستوب لوس يعني هو طالع وكيتباع، تباع طلع شويه تباع 10% طلع شويه تباع 10% تباع شويه طلع شويه تباع 10%. احسن طريقه ديال تاخذ الارباح ديالك سيرتو ملي كيكون السوق فولاتيل. مي دابا هو راه غادي طالع الاخوان وبغى يوصل لهذا البوينت اوف كنترول، هذه بحال نقولوا محطه حاسمه هذه البوينت اوف كنترول، هاد لا زون هذه محطه حاسمه. الى هرسها غيوصل لهنايا ثاني عنده واحد باش نشوف هي تبدلات كاع البوينت اوف كنترول. هنا ماشي هنا المهم هاد البلاصه هادي الاخوان مهمه، غتبقى تبدل ما بين هنا حيت الفوليم كيتبدل الاخوان فهمتوني، السعر كيتبدل الفوليم كيتبدل. صوت تقدر تولي هنا شويه تولي هنا، المهم واحد ياخذ الارباح ديالو عندك 20 حتى 25% راه واو اتس ا جود تريد فهمتوني الاخوان. ايوا هادشي اللي كان الاخوان في هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا وولات كتبان لكم التشارت، وليتو كتعرفوا البراس فين غادي، وليتو كتعرفوا امتى تدخلوا امتى ما تدخلوش فهمتوني. بحال دابا الا دخلتي في هذا الليفل دابا ريسكي، علاش؟ لان جينا من الوسط فهمتوني، هذه زون ديال البائعين كامله، زون ديال البائعين وهذه زون ديال المشتري، هذه زون ديال المشتري. اوكي شي اللي خصكم تعرفوا الاخوان، هذه زون ديال المشتري، نقدر ندخل هنا وندير ستوب لوس ديالي هنايا ونتسنى يتبع لي مثلا هنا في هذا الليفل. راه تبارك الله الخير والخمير هذاك الاخوان، شوفوا معايا راه تقدر دير حتى 30% 25%. انا ما بغيتش نكون طمع بزاف حيت ديجا عندنا واحد لا زون ديال كونسوليديشن هنايا، هاد لا زون هذه هي اللي كتسمى البي او سي. انا غنبيع قبل ما يوصل البي او سي، حيت ملي كيوصل البي او سي كتنوض الروينه تما تقدرش تعرف شنو النتيجه اللي غياخذ. سو غنبيع انا هنايا غنبيع مثلا في 18 17 18%، اولا غندير نص التباع ولا 60% التباع في هذاك البوينت ونغامر مثلا بشي لاخر ندير شي ستوب لوس هنا لتحت نخلي طلع هي هذيك ما طلعش راه غنكون خرج مثلا، نقدر ندير هذه القضيه. اوكي اولا ندير 100% ستوب لوس هنا ونخليه بقى يطلع وانا نطلع معاه ستوب لوس، يطلع وانا نطلع معاه ستوب لوس حتى يطلع معاه ستوب لوس حتى يوصل لذاك البوينت اوف كنترول، ونقرب ستوب لوس فهمتيني، نقربها باش الا ضربها يخرجني هي هذيك طلع لفوق زاد كثيره راه غنطلع ثاني ستوب لوس. تبارك الله الا دار هذه القضيه راه خير وخمير، الا فات هذا البوينت اوف كنترول وصل لهنا الى هذا الليفر كندوي على تقريبا 47%، ما بين 47 حتى 56%. اوكي الاخوان، ايوا الاخوان سالوا اللايف تبارك الله عليكم، وغادي نخلي لكم الفيديو في اليوتيوب الاخوان وكونوا في النوعيات. يلا اي حاجه حطوها تما كومونتير، بارطاجيو فيديوهات كاملين مع الاخوان، واللي عنده اللي عنده شي سؤال يكتبوا لي تحت. يلا تبارك الله عليكم، غنخلي لكم دابا فقره ديال اللي عنده شي حاجه بغى يضيفها كتبوها لي لتحت، اي حاجه اضافه عندكم شي انديكيتور بغيتو تزيدوه. فكرتوني بحال دابا هنا في الديماند، ملي وصل الديماند الناس اللي ما كيعرفوش يقراو الشموع تقدروا تعتمدوا على داك الانديكيتور اللي قلت لكم اللي سميتو البي يو تي، الاي يو تي بات، اي يو تي بات اليرت. لاحظوا معايا غادي نزومي لكم، بحال دابا في لونا لونا ملي وصلنا للمنطقة ديال 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 الديماند، المنطقة ديال الديماند الإخوان، شوفوا شنو عطانا هذاك، هذا ها هو سميتو يو تي بات اليرت. شوفوا الإخوان يو تي بات اليرت.
سو هذاك يوتي بات الورت الاخوان كيعطيكم واش تشري ولا لا، هي كاتب لكم باي شفتوها، ولكن كاتبها لكم هنا، كاتبها هنايا، هيا طلع لكم هنا وطلع لكم هنا. نقدر ندخل هنا ب 50% باش الا دارها ودار ثاني هبط زاد غرق هنا نعطيتني ب 50% ناحيت علاش حيت عارف انا راسي في لازون سيف، لازون ديال الدمان شتي، ها هو عطاها لك عاوتاني شتي باي. دابا الا لقيتي باي دخلتي مثلا معطل لقيتي باي ولقيتي ربعه الشمعات ندخل لا صافي خرج ليا من لازون، عرفتي شحال هذيك؟ راه ما كنهضروا على لونا، راه ما كنهضروش على البيتكوين، راه كنهضروا على 15% في غدير ستوب لوس. فهمتي المشكل فين كاين؟ سو الا دخلتي لقيتي هرب صافي سي تروطار، سي تروطار غير خليك صافي مشى. خاصك تدخل شوف عقليه سنايبر، سنايبر الا لقى الغزاله فات هذيك المسافه اللي هو داير مجد ليها وعارفه فين غدوز وهربات، ما غاديش يبدل الخطه وغيولي غادي كيجري كيتباع صافي. هربات الغزاله خاصك تعاود السيراب من الاول، وجد عاوتاني من الاول، تسنى حتى تجي غزاله اخرى عاوتاني تجي هذيك لازون، او وجد السيراب ديالك وجد هذاك سميتو النياش، نيش عليها مزيان طق ضرب الضربه ديالك صافي. هذه هي الخطه الاخوان. دونك تقدروا تمزجوا هذاك يوتيبات الارت مع الدمان، مع لي زون ديال الدمان ديال السبلاي ومع البروفايل فالي، هاد الثلاثه هادو مؤشرات و انديكيتورز قويين اللي كتجمعهم جوج اوكي. وقضيه اخرى ملي كتكونوا كتريديو شي كوين، عمركم ما تريديو كوين حالين غير التشارج ديالو بوحده، ديما حلوا البيتكوين. رجعنا دابا البيتكوين، غنلقاو بان البيتكوين ديجا وصل لواحد لازون ديال البي، وهذا يلا قال بسم الله طلع. لاحظوا معايا شفتوا البيتكوين، باش نحيد هاد 100 دولار هاد الشيء عطيت تفايل عليكم ب 1000 دولار الاخوان. شفتوا هاد لازون هادي اللي وصلها البيتكوين خطيره، ولكن الا مشيتوا للونه غتبان لكم لازون ماشي خطيره، باقي لازون عندنا فوق. لاحظوا معايا شفتوا الا مشينا هنايا كما كنعرفوا البيتكوين هو اللي كيتحكم في السوق. سو شفتوا لازون ديال البيع باقا الفوق، ها هي الفوق، حنا يلاه هنا غتبان لك مازال كاينه المسافه. اه هي تيوريكمون باقا كاينه المسافه، ولكن حنا كنتبعوا البيتكوين فهمتي، كنشوفوا البيتكوين شنو كيدير. هذاك الشيء علاش انت هي غتخرج واحد الشمعه حمراء كبيره، وداك الشيء اش كنقول لكم ملي وصلوا لدوك البوينت اوف كنترول، هما هاد القمم هادو، هاد الجبال هادو كيتسموا بوينت اوف كنترول. راه ما كاينش غير هاد البوينت اوف كنترول وحده، كل قمه هي بوينت اوف كنترول. كل ما كان الجبل طويل وعامر كل ما كيكون قوي. بحال دابا هذا منطقه قويه ديال ارتداد السعر، كيطلع وكيرتد لنا السعر لانها جبل قوي كبير عريض ومقمقم وطويل. هذا صغيوة، هذا يقدر يجتازو بالزربة ماشي مشكل، السعر إلا طلع لهنا يقدر يجتازو، ولكن اللي قوي بزاف هو هذا. هنا شي هادو، هاد البلايص هادو ما تريدوش فيهم الإخوان، حيت غتكون فيها الروينة، غيضرب لك ستوب لوز، ولا دخلتي معطل غادي يخسرك. المهم هنا غيحمقك البرايس، هنا عمرك ما تدخل بحال هاد البلايص، أوكي؟ أولا حيت بوينت أوف كنترول، وثانيا حيت قريبه للسبلاي البلاصه ديال البائعين. عقلوا على هذه النقطه مهمه بزاف. هنا بوينت اوف كنترول قريبه لازون ديال المشترين، ولكن واخا هكاك راه كتبقى بوينت اوف كنترول ديما بعد منها اوكي. الا كانت بوينت اوف كنترول داخله في لازون ديال المشترين ماشي مشكل، تقدر تشري تحت منها. من الاحسن ديما شري تحت من البوينت اوف كنترول، عمرك ما تشري فوق منها اوكي. ديما شري تحت من البوينت اوف كنترول. هاي بحال دابا هذه بوينت اوف كنترول صغيره، وجات فوق من مباشره فوق من الديماند، كنشريو تحت منه اوكي. راه غير من هنا لهنا شوف شحال تبارك الله. الا شريتي مثلا نقول انا ما شريتيش هنا، شريتيش هنايا حتى جاتك كونفيرميشن ديال الباي، راه من لهنا لهنا راه 10% 11% الله يجعل البركه فهمتي. علاش الله يجعل البركه؟ لان حنا كنتبعوا حتى البيتكوين. الا رجعنا البيتكوين فهاد الليفل اللي فيه دابا لونا، البيتكوين راه وصل المنطقه ديال البائعين اللي هي هنايا، واخا باقي ما دخلش لينا هنا، حنا ما كنتسناوش يدخل، حنا ما كنتسناوش تيدخل لازون ديال البائعين، راه كندويو على هنا صافي قربنا المنطقه ديال البائعين خصنا نكونو خرجنا فهمتي. هادي باش كيكون عندك 0.5 ريسك، يعني نسبه قليله بزاف ديال الريسك، كتدخل في لازون ديال
اللي كيدخلوا الشركات الكبار والمؤسسات الكبار وكتخرج قبل ما يخرجوا هما، حيت 3 سنين حتى يخرجوا هما حتى كل عسى. سو عندك جوج طرق، يا اما تخرج قبل يا اما تحط ستوب لوز ديالك تحت من هاد الشمعه. مثلا هاد الشمعه هادي مثلا جيت انا غندير شي تراسي ليكم هنايا، هاد الشمعه هادي الاخوان هاد الكبيره غنجي انا ندير ستوب لوز ديالي هنا، غندير ستوب لوز ديالي تحت من هاد الشمعه مباشره، حيت انفو غتهرس لي هاد الشمعه غادي ترجع السعر غيهبط صافي. جيت انا درت ستوب لوز حول الشمعه وجاو دار لي هاد الشمعات هادو بحال هكا، غنجي نطلع ستوب لوز ديالي هنا دابا، غنبقى لاعب معاه بحال لاعب معاه الشطرنج. شتي انا غنطلع دابا ستوب لوز ديالي تحت هاد الشمعه مباشره في هاد اللاين هادي في هاد البرايس. جا طلع عليا ودار لي تاني شي شمعه اخرى هنا او طلع، غنطلع تاني ستوب لوز غنطلعها تاني هنا في هاد البرايس، وانا غادي معاه حتى يخرجني. هادي هي الطريقه، هادي غتحمقك. ما بغيتيش تحمق راسك، بغيتي ما مساليش كما انا ما كنكونش مسالي. كيوصل لي لهنا كنخرج صافي، كنطمعش بزاف صافي، كنخرج بحياتي سالين. سناه ثاني تيجي ثاني يدير، يا اما يرجع ليا البلاصه ديال الديماند زون اللي تراسيت، او اللي يرجع ويتراسي ليا ديماند زون جديد. اوكي فاهمين. اوكي قضيه اخرى ديال الناس اللي كتجيهم صعيبه يعرفوا الاتجاه ديال السوق، سيتو ملي كيكونوا الشمعات بزاف وخضرين وحمرين ومخلطين ساهله، غادي تمشيو لهنا الاخوان غديروا الشمعات غتبدلوهم الهاي كيني اشي هما، غتمشيو لهنا كاينه الا مشيتو لهاد البلاصه ديال الشمعات كاين واحد السهم هنايا كتكليكيو عليه كيعطيك بارز ستايل، عندك بزاف ديال الانواع. ما عندنا ما نديرو حنا بهذا الشيء، كاينه كاندلز هي العاديه، كاينه هاي كين اشي كتعطيك الاتجاه ديال الشمعات، ولكن ما تعتمدوش عليه، تبقاو حاطينها باش تعرفوا فين غادي. اوكي هاد باش تعرفوا الاتجاه، بحال دابا هنا اتجاه صاعد هو كلشي خضر، غادي خضر 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 خضر، هذا غير تصحيح صغير هاد الشمعه الحمراء وغادي طالع. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. كاين طرق بزاف باش تخرج، انا عطيتكم الطريقه ديال ستوب لوس، ولكن تقدروا ديروا مثلا نرجع الشمعات العاديين، تقدروا ديروا مثلا الموفين افريج 9، اين فوا يهبط لك على الموفين افريج 9 ويسد لك الشمعه، والشمعه الثانيه تكون يعني هابطه تحت من 9 صافي خرج. تقدر دير هذه القضيه، انا غنديرها لكم دابا باش تشوفوها. غنحيد هذه اليوتيوبات، نديروا الموفين افريج، الموفين افريج هذا الموفين افريج 9، لاحظوا انه هبط هنا سد الشمعه، ولكن الشمعه الثانيه طلعات، شفتوا الشمعه الثانيه طلعات على الموفين افريج وكمل فوق الموفين افريج. خاصنا الشمعه الثانيه تسد تحت من الموفين افريج الماي كامله، تكون كامله تحت من الموفين افريج الماي. بحال نعطيكم شي مثال، بحال هنا بحال هذا بزاف غادي يقول لك واه راه كاين راه هبطات تما غيكون سيترو طار، ولكن اللهم هكا كنت ماكسيميزي البروفيت ديالك فهمتيني. وتقدر دير اليرت، تقدر دير اليرت في تريدين فيو باش 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 الا وقع هذاك البلان يجيك اليرت. بغيت نوريكم غادي تمشي هنا غدير دروات كليكي دروات وغدير اد اليرت. اوكي اوكي هنايا غادي تمشي هذا الموفين افريج 9، ماشي موفين افريج 9، غتمشي للبي تي سي وغادي دير كروسين داون، كروسين داون هذا موفين افريج 9 صافي خليه بحال هكا. اين فوا يكروسي لك الموفين افريج 9 غتجيك نوتيفيكاسيون، غتراقب واش غتسد الشمعه تحت من الموفين افريج 9 ولا لا. غدير كرييت هاهي، كتكليك على هاد كرييت صافي وكتجيك الالوف. هانت انا غنديرو كرييت كتجيك الالوف. عندك الحق في جوج ديال الالوف. اوكي عندك الحق في جوج ديال الالوف في تريدين فيو فابور، بغيتي راه كتخلص، الا بغيتي كتر خاصك تخلص. عطيتكم بزاف لي زابليكاسيون فين تقدروا ديروا الالوت، عطيتكم كلشي الاخوان، راه كلشي عندكم في الاي جي تي في. اوكي
سو هادشي اللي كاين الاخوان، هذا هو الدرس ديال اليوم خفا زربن. نتمنى تكونوا استفدتوا الاخوان. كنظن ما عندكم حتى شي اضافه ياك، نجي نشوف نقرا لي كومونتير ديالكم. الغزاله هربات اييه. عاد نشوفوا البيتكوين فين واصل الاخوان. شوفوا البي تي سي. المهم البي تي سي كيما قلت لكم هو وصل لهاد لا زون، غادي يديه هبط الاخوان. هو بدا كي واش نفس تايم فريم؟ اشناهو اللي واش نفس تايم فريم؟ اخوان عطاكو سؤال كامل مكمول باش نفهمكم علاش كتهضرو. سيف اوكي، غادي نسيفي. الله يرحم والديك، غادي نرحم والديك. شتي دابا ما كنحملش بحال الاسئلة. قالك واتس ذا جول، واش من كوين اللي مزيان للسكالبين؟ ما كاينش كوين مزيان للسكالبين وكوين ما مزيانش، على حسب الحالة ديال السوق الاخوان. هذاك الشيء علاش درنا هذا الفيديو اصلا، يعني درنا الفيديو باش ما تعتمدش انت على الكوين بالذات. على طبيعة الحال خصك تعرف اش من كوين، يعني واش مزيان ولا ماشي مزيان، من ناحية ديال واش ريسكي، واش العملة مزيانة، واش الطريق ديالها مزيان. هذيك امور مهمة، ولكن انت قبل ما تدخل كدير داك الخطوط وكتراسي لي زون ديالك وداكشي، وكتشوف الفوليم كيفاش كيتحرك. واش داك بحال دابا كاينين شي كوينز بحال جاسمي مثلا، جاسمي ما كيتحركش، ما كيتحرك بالنسبة لي انا بحال واقف بحال فريز، ما نقدرش نتريدي انا في جاسمي ولا نتريدي مثلا في سيطرة. واش تريدي في سيطرة؟ سيطرة ما كتحركش اصاحبي، واقفة ما فيها حتى شمعة مقادة، فهمتي؟ انا كنتريدي في شي حاجه اللي فيها الشمعات، يعني كتلقى شمعه. شو هو البراس غير ديه بطل الاخوان لاحظوا معايا دابا، هادي دابا ولا كيهبط قبل من ديك لازون. داكشي اش كنقول لكم، خصكم تبيعوا قبل من لازون، اولا حطوا ستوب لوز ديالكم، زيروها تحت من الشمعه في شوف. يلا اخوان تبارك الله عليكم، اللي عنده شي سؤال يلا الاخوان، اسئله اللي عنده شي سؤال مرحبا. كيف يمكننا دراسة هذا المجال اخي ياسين؟ كاين فيديو حطيته، فيديو كنشرح فيه هذا الجواب ديال السؤال. كاين كوش موفين افريج 9، موفين افريج 9 تمام، هو اللي كنخدمو به باش كنعرفو واش الاتجاه غيتقلب ولا لا. الى درنا 5 مينيتس غادي يكون واحد الشكل اخر. ضربنا الى قلبنا الهايكيني اشي ممكن اشي اذا بقى نضمن ان السعر صافي قرب يهبط ديال القيس. مي كما قلت لكم الا دخلتوا في واحد التايم فريم كنبقاو في التايم فريم. كاينه قناه في اليوتيوب، دخل انستال بروفيل غتلقى كلشي، كاين كلشي تما. يلا الاخوان غادي نسدوا اللايف، بغيتو نديرو فيديوهات اخرين بحال هاد الشكل، تزيدو تعمقو شويه. خليو ليا المواضيع ولا الاسئله اللي عندكم، خليو ليا في الكومونتير لتحت. كان معكم ياسين، تبارك الله عليكم.